بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي الطلبة والطالبات، أهلا وسهلا بيكم. أتمنى يا شباب تكونوا كلكم كويسين وبخير. النهاردة إن شاء الله بإذن ربنا نعمل تالت درس في الجيومتري بعنوان The Angle Bisector and Proportional Parts. طيب، درس من الدروس المهمة جدا جدا جدا. خلي بالك، أنا قلت لك الجيومتري يعتبر فيه درسين اتنين مهمين قوي. هو طبعا كله مهم يعني، ولكن دول بالذات اللي الواحد بيسترس عليهم لان افكارهم كتير شويه. اول درس كان درس السيميلاريتي اوف ترانجل، اللي هو كان في اليونت الاولى تاني درس، وتاني حاجه اللي هو الانجل بايسكتور. هل معنى كده ان هو صعب؟ لا، هو مش صعب ولا حاجه، ان شاء الله الموضوع سهل وبسيط، وباذن الله تفهموا الدرس كويس. تعالى بقى معايا كده واحده واحده نبتدي نشوف ايه فكره الانجل بايسكتور اند البروبورشنال بارتس. طيب بص معايا كده يا باشمهندس، الموضوع بمنتهى البساطة، احنا عندنا نوعين اتنين من الانجل بايسكتور. اول نوع اسمه الانتيريور بايسكتور. يبقى انا اول نوع عندي اسمه انتيريور، وهفهمك حالا يعني ايه الكلام ده بايسكتور. تقول لي يا مستر هو يعني ايه، ايه البايسكتور، انت قصدك بيه ايه؟ اقول لك قصدي بيه ايه. انتيريور بايسكتور يعني انا عندي مثلث بالمنظر ده، اي مثلث وخلاص. بص واخد بالك، انا عامل اي حاجة وخلاص كده، وجيت من المثلث مش هقول لك هقسمه نصين، لا لا لا، انا هعمل ايه، انا هقسم الانجل اللي فوق دي، ببايسكت الزاويه نفسها. يعني مثلا الزاويه دي لو كلها 80 ديجريز هقسمها 40 و40. طيب يعني انا هاجي كده على الزاويه، ركز معايا كده، هاجي على الزاويه اقسمها نصين اهو، قمت قاسم الزاويه نصين. واحد يجي يقول لي طب ما هو معنى كده يبقوا الاتنين دول قد بعض؟ لا طبعا، لا طبعا، الانجل بايسكتور ملوش علاقه تماما تماما بالسايدز اللي تحت دول. انا مش بقول ميديان، انا بقول انجل بايسكتور. معايا كده لحد دلوقتي؟ اوكي ماشي يا مستر. وبعدين اكتشفنا بقى يا ولاد ان انا لما بعمل انجل بايسكتور في ريشوز معينه بتحصل. هفهمك الاول الريشوز دي، وبعدين نبتدي كده نقول الكلام ده جه منين. ده احنا كده بنتكلم على الانتيريور بايسكتور. ماشي يا مستر، ايه الريشيوز دي؟ بص يا سيدي، الموضوع بمنتهى البساطه. بص بنقول ايه، خلي بالك دي الزاويه اللي بتعملها بايسكت فوق. بنقول ايه؟ بنقول السايد ده اوفر ده، اي بي اوفر الاي سي، اللي هم التو سايدز اللي بيكونتينوا الانجل دي، دول اوفر بعض. خلي بالك انا ابتديت ايه الاول، مش قلت الاي بي الاول وبعدين الاي سي؟ اه. فبنقوم قايلين من اول البي لحد البايسكتور ايكوال البي دي، من اول البي لحد البايسكتور، وبعدين الاي سي ده من اول السي لحد البايسكتور اوفر السي دي. يبقى الموضوع بمنتهى البساطه، عشان نعمل حاجه كروكي كده وخلاص، لو عند حضرتك مثلث بالمنظر ده اهو، وقمت راسم بايسكتور، بتقوم قايل لي ايه، ركز معايا كده، بتقول لي ده اوفر ده. يعني مثلا لو ده اسمه اي بي سي وهنا الدي، هنا هنقوم قايلين ايه اهو، ابتديت السايد ده مثلا على السايد ده، اي بي على اي سي اهو ايكوالز ايه يا حبيبي، مش انا ابتديت بالاي بي وبعدين الاي سي؟ اه. خد من اول البي لحد البايسكتور بي دي، وبعدين من اول الدي او من اول السي لحد البايسكتور اوفر السي دي. ماشي، انا عايزك تفهم الكلام ده، فحط لك الزاويه فوق، احط لك الزاويه في الجنب، احط لك الزاويه في اي مكان، انت فاهم كده الريشوز دي عباره عن ايه. تمام كده يا حبيبي، عرفنا كده القصه كلها. طيب حاجه كمان برضو حابب اقولها، لو انا حبيت اجيب طول البايسكتور ده نفسه، طول الاي دي بنجيبه ازاي؟ ركز بقى معايا في اللي هعمله ده. حضرتك بتعمل سكوير روت، وهقول لك الكلام ده ما تقلقش جنين، بنعمل سكوير روت كده. شايف الاثنين دول؟ اعمل كروس مالتيبليكيشن، اعملهم تايمز بعض معايا كده. يعني مثلا هقوم عامل الاي بي تايمز السي دي، شايف الاثنين دول تايمز بعض، ماينس الاثنين دول تايمز بعض، البي دي تايمز الاي سي. واحد يقول لي واحد يجي يقول لي ايه، سوري انا اسف، انا بعملش كروس مالتيبليكيشن، انا بعمل الاثنين ريشيوز دول تايمز بعض. سوري، الاي بي تايمز الاي سي، شايف دول كده اعملهم تايمز، ماينس الاثنين دول اعملهم تايمز، اللي هو البي دي تايمز السي دي. دي الرولز اللي عند حضرتك. يبقى تاني، لو انا حبيت اجيب طول البايسكتور ده نفسه، طول البايسكتور ده نفسه، بنعمل ايه؟ بعمل سكوير روت، بعمل الريشيوز دول تايمز بعض ماينس الريشيوز دول تايمز بعض. واحد يقول لي طب انهي اللي ماينس التاني؟ الكبير ماينس الصغير، ما هو ما ينفعش تحت الروت يبقى فيه نيجاتيف. ماشي كده، شوف الريشوز الكبيره واعملهم تايمز بعض ماينس الريشوز الثانيه واعملهم تايمز بعض. طب تعالى بقى اما افهمك الموضوع ده جه منين، تقول لي ماشي يلا بينا كده. بص يا سيدي، الموضوع بمنتهى البساطه، انا هعمل ايه، انا همد الخط ده كده شويه،
همده شويه كده وهعمل خط بارلل لده للاي دي. تعالى كده نعمل خط بارلل للاي دي، يعني احاول على قد ما اقدر. اه دي شكلها مش هتكفي، لا يبقى تعالى نحاول كده ايه، مثلا نمسك الكلام ده كده شويه سوري وننزله تحت اوكي، وتعالى نعمل خط بارلل لده اهو، بحاول على قد ما اقدر نعمل خط كده بارلل للاي دي ماشي تقريبا اهو، ونمسك الخط ده هو كمان نوصله كده، بحيث يعني ايه انا عملت كونستراكشن صغنون. ان انا عملت ايه يا اولاد، ايه الكونستراكشن اللي انا عملته؟ ان انا عملت خط بارلل لده اهو، عملت خط بارلل كده. طيب اوكي ركز معايا من حاجه، طالما دول بارلل، طالما انا ايه الجيفن اللي عندي، الجيفن اللي عندي ان انا عندي بايسكتور. طب انا عايز اثبت ايه؟ عايز اثبت ان اي بي على اي سي، ان الاثنين دول اوفر بعض اللي انا كاتبه ده ايكوال من اول البي لحد البايسكتور، بي دي اوفر من اول السي لحد البايسكتور، انا عايز اثبت ده. طيب الموضوع ده سهل جدا تثبته، تقول لي ازاي يا مستر؟ خلاص يا ابني ما الموضوع باين اهو، مش في حرف زد؟ اه الزاويه دي قد دي اوكي، يعني دي كمان قده. طب ما في حرف اف، الزاويه دي قده. اه في حرف اف اهو، شايف حرف الاف ده اهو، تقول لي تمام ايه ده، يعني الاثنين دول قد بعض. اه طب ما انا من حقي اعمل القوانين اللي احنا كنا بنقولها في البروبورشنال بارتس، مش انا عارف يا ولاد؟ طالما انا عندي مثلث، طالما انا عندي مثلث وعندي حاجه بارلل كده، دول بارلل لبعض، مش انا اقدر اقول ان ده اوفر ده ايكوال ده اوفر ده، ولا مش من حقي؟ طبعا من حقي، طبعا من حقي. طب ما تيجي كده نعمل الكلام ده، يعني معنى كده البي اي، شايف البي اي اوفر الاي اي ايكوال، البي اي اوفر الاي اي ايكوال البي دي اوفر الدي سي، كلام محترم جدا جدا جدا. لاحظ بقى معايا حاجه، شايف الاي اي ده اه قد الاي سي، تقول لي ايه ده عرفت منين؟ ما هو يلا ده ايسوسيلس ترانجل، مش انا لسه قايل لك ان الجيفن ان الزاويتين دول قد بعض، وده حرف زد يعني الاثنين دول ايكوال، وده حرف اف يعني الاثنين دول ايكوال، اه يعني الاربع زوايا دول كلهم قد بعض، يبقى المثلث اللي هنا ده ايسوسيلس، ومعنى انه ايسوسيلس يعني اقدر اشيل الاي اي واحط مكانه اي سي، شايف الاي اي ده هشيله واحط مكانه اي سي. بص كده انت كده وصلت اللي انت عايزه، بي اي اهو ده اوفر الاي سي ايكوال بي دي على الدي سي، وبكده ابقى وصلت لايه، ابقى وصلت للكلام ده. ماشي حبيبي، يبقى تعالى كده عشان ما تتوهش معايا واحده واحده، عشان ما تتوهش معايا، عشان ما توهكش، احنا قلنا ايه او اتكلمنا على ايه دلوقتي؟ احنا قلنا لو انا عندي مثلث، قلنا لو انا عندي مثلث وجيت قمت عامل حاجه، قمت عامل بايسكت لزاويه معينه، بايسكت بقسم الزاويه مش بعمل ميديان، بعمل بايسكت بمسك الزاويه دي كده اقسمها نصين قد بعض اهو، مسكت الزاويه دي قسمتها نصين قد بعض. تعالى برضو نسمي مثلا، خليها بقى اي بي سي زي ما احنا كنا عاملين، اي بي سي وادي دي، قلنا بقول ان الاي بي على الاي سي ايكوال بي دي على الدي سي، ولو حبيت اجيب طول الاي دي ده كنت بعمل ايه، بعمل سكوير روت، اعمل دول تايمز بعض ماينس دول تايمز بعض. ده اول نوع من انواع البايسكتور عندنا. نيجي لتاني نوع، تاني نوع من انواع البايسكتور عندنا بنسميه ايه بقى، بنسميه الاكستيريور بايسكتور. طيب يعني ايه يا مستر اكستيريور بايسكتور؟ يعني انا عندي نفس المثلث بتاعي اهو، بص كده معايا، نفس المثلث بنفس كل حاجه اهو، ليكن مثلا مثلث بالمنظر ده اهو، مثلث اوكي، ده الاي بي سي بتاعي. اللي انا هعمله دلوقتي ايه يا ولاد؟ انا مش هبايسكت انجل ايه، لا 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 لا، انا هبايسكت الاكستيريور انجل بتاعت الايه. تقول لي ايه ده ازاي يعني، يعني شايف مش دي زاويه ايه؟ اه انا مش هقسمها، انا هقسم زاويه الاكستيريور بتاعت الايه، يعني بص كده همد الخط ده، فين الاكستيريور انجل بتاعت الايه؟ تقول لي هي دي، اه دي اللي انا هقسمها نصين اتنين. طب تعالى نقسمها ونشوف كده ايه اللي هيحصل اهو، همسك دي كده اقسمها نصين اتنين اهو، يبقى اللي انا عملته دلوقتي عملت ايه، قمت ماسك الزاويه دي قسمتها نصين اتنين قد بعض. تقول لي طيب بنكتشف يعني ده كده البايسكتور اللي باللون الاحمر ده ودي البوينت دي، تعال نكمل الخط ده، ركز معايا، المثلث الاصلي بتاعي كان الاي بي سي، كل اللي انا عملته جيت على الاكستيريور انجل بتاعت الايه قمت عامل لها بايسكت. حلو جدا، بنكتشف ايه، ايه الريشيو اللي بنكتشفها؟ بنكتشف ان نفس الريشيو، ركز معايا كده، نفس الاي بي هاخد التو سايدز اللي بيكونتينوا انجل ايه اللي هم دول، اي بي على اي سي ايكوال، مش انا ابتديت من الاي بي؟ اه يبقى من اول البي لحد البايسكتور ايكوال بي دي، من اول البي لحد البايسكتور اوفر
الاي سي ده من اول السي لحد البايسكتور اوفر السي دي، نفس اللي انا كنت بقوله تاني، المحدد الموضوع كله البايسكتور. عشان كده انا عايزك تحفظها بالطريقه دي. انا في اللي فوق كنت بقول ايه؟ كنت بقول الاثنين سايدز دول اللي بيكونتينوا الانجل اي بي على اي سي ايكوال من اول البي لحد البايسكتور اوفر من اول السي لحد البايسكتور. نفس الكلام هنا، فين المثلث؟ المثلث اهو، التو سايدز اللي بيكونتينوا الانجل اي بي على اي سي ايكوال من اول البي لحد البايسكتور بي دي اوفر من اول السي لحد البايسكتور اللي هو الايه، اللي هو السي دي. وده اللي احنا كنا بنقوله بمنتهى البساطه. فتعالى نكتب كده الكلام ده، تعالى نكتب الكلام ده. يبقى هنقول اي بي اوفر اي سي ايكوال من اول البي لحد البايسكتور اوفر من اول السي لحد البايسكتور. ولو حبيت اجيب نفس الكلام، لو حبيت اجيب يا حبايبي طول الاي دي ده، طول البايسكتور نفسه، هنعمل ايه؟ هعمل سكوير روت واعمل دول تايمز بعض، الاثنين دول كل ريشيو من دول تايمز بعض. بس السؤال هنا انهي واحده الكبيره؟ اكيد الكبيره هتبقى البي دي، والدي سي شكلها حتى باين عليها. فعشان كده بنعمل بي دي تايمز السي دي اللي هي الريشيو دول، بس بعملهم تايمز ماينس الريشيو الثانيه اللي هي اي بي تايمز اي سي. وده كده كان موضوع الاكستيريور بايسكتور. بالمناسبه جه منين الكلام ده؟ تعالى برضو قول لنا كده. حاضر، وماله يا حبيبي وماله، تعالى معايا كده اما اقول لحضرتك. المره دي هعمل ايه؟ هعمل كونستراكشن صغنون كده. انا دايما انا هنا كنت عملت ايه؟ كنت عملت كونستراكشن خط بارلل للبايسكتور. هعمل نفس الكلام هنا، هاجي كده اعمل خط بارلل للبايسكتور. فين الخط البارلل اللي انا هعمله للبايسكتور؟ هطلعه من السي كده اهو، خط بارلل. خلي بالك انا عملت خط ايه؟ كونستراكشن صغنطوط كده، عملت خط بارلل ده. تعالى مثلا نسمي النقطه دي اي حاجه وليكن ايه. طيب وبعدين نفس الفكره بالظبط، بص نفس الفكره بالظبط، في حرف زد اهو، الزاويه دي قد دي. كلام محترم ولا لا؟ كلام محترم. برضو الاثنين دول حرف اف قد بعض. تقول لي اه تمام، طب ما تيجي كده نحط عليها نقطه كمان، يعني الاربع زوايا دول قد بعض صح؟ تقول لي ايه ده، يعني المثلث ده ايسوسلس. اه طب ما تيجي كده بعد ما انا عرفت ان المثلث ده ايسوسلس، تعالى نعمل الريشيو. شايف المثلث مش المفروض بي اي، ركز ركز معايا، ولا تعالى ما نكتبهاش بي اي، تعالى نكتبها ايه؟ تعالى نكتب الاي بي اهو. مش انا المفروض اقول الاي بي مثلا الاي بي كله على خلينا نقول الاي بي كله على ممكن مثلا نعمله على ايه؟ انا عايز اخد ده كله على الاي اي، على الاي اي. ما هم دول بارلل صح؟ انا عندي خط بارلل عامل كده، عندي خط بارلل، قلت ان ده كله على الحته دي، مش المفروض ايكوال ده كله على الحته دي؟ طبعا طبعا طبعا، ايكوال ايكوال البي دي كله على الدي سي. طب ما هو نفس الاي اي، مش المثلث ده ايسوسلس؟ هو هو، اشيله واحط مكانه ايه؟ احط مكانه اي سي، يبقى انا وصلت اللي انا عايزه. يبقى بدل الاي اي ده حطيت مكانه اي سي، وصلت للي انا عايزه. طبعا الاثباتات والكلام ده مش عليك، ولكن انا دايما ايه بحب اقولها عشان الطالب بس ايه، يعني يعني دماغه تشتغل كده شويه ويبقى فاهم هو بيعمل ايه. ماشي يا حبايبي، ده الفكره العامه بمنتهى البساطه. تعالى معايا كده اقول لحضرتك ايه بقى دلوقتي، شويه ريماركس كده صغيره قبل ما نبتدي نحل. انا عارف ان الموضوع يبان في الاول ايه ده، لا صعب قوي، ده سخيف قوي. يا عم ولا اي حاجه، صدقني الموضوع سهل خالص مع الحل. اوعدك اوعدك هتلاقي الموضوع بسيط جدا 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 جدا. طيب شويه ريماركس صغيره. اول ريمارك عندنا، لو انا عندي ريمارك رقم واحد، لو انا عندي مثلث والمثلث ده يا ولاد قمت عامل له الاثنين، عملت له انتيريور واكستيريور بايسكتور، بمعنى ادي مثلا الزاويه اللي اسمها الزاويه ايه، وادي البي وادي السي. شايف الزاويه ايه دي؟ المره دي هقسمها، هعمل لها انتيريور واكستيريور الاثنين. اه ادي الانتيريور بايسكتور، قسمتها نصين قد بعضهم، الزاويه دي قد الزاويه دي، اوكي. واجي على الاكستيريور انجل دي، هي كمان اقسمها نصين. بص 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 بص، هاجي على الاكستيريور انجل دي اللي من بره دي، اقسمها هي كمان نصين اتنين، وليكن كده مثلا هو بخط اهو قسمتها نصين. طب سؤال، هل هيبقوا الاربعه قد بعض؟ لا مش شرط، بس الاثنين دول انا هقسمها نصين، الاثنين دول قد بعض. طيب نلاحظ بقى حاجه جميله جدا، نلاحظ ايه؟ دايما 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 الزاويه ما بين الخط الازرق اللي هو الاكستيريور بايسكتور والخط البينك اللي هو الانتيريور بايسكتور بتبقى 90 ديجريز. فيقول لحضرتك دي انجل بتوين ذا انتيريور اند ذا اكستيريور بايسكتور، بتبقى كام على طول؟ 90 ديجري. تقول لي ازاي هي جت منين؟ اقول لك. شايف دي كده كلها بكام؟ ب 180، يعني الاثنين اكس
والنقطتين ب 180. يبقى لو انا خدت اكس واحده ونقطه واحده اللي هي الزاويه دي نصها 90. فعشان كده الزاويه اللي ما بين الانتيريور والاكستيريور باي سيكتور بتكون دايما بكام يا حبايبي؟ بتكون ب 90 ديجريز. فيقول لحضرتك ايه؟ يقول لك ذا انتيريور الانتيريور اند الاكستيريور باي سيكتور اند سوري اند الاكستيريور باي سيكتور سوري الاكستيريور باي سيكتور. مالهم بقى الانتيريور والاكستيريور باي سيكتور؟ ار بيربنديكولار بيربنديكولار، بيكونوا بيربنديكولار على بعض. ماشي يا حبايبي، دي ريمارك مهمه جدا 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 ان حضرتك تكون عارفها. اخر حاجه حابب اقولها من الحاجات برضو يعني اللي يمكن الباقي هتكون حاجات بالكومن سنس كده هنفهمها. اخر حاجه حابب اقولها اقول لحضرتك ايه بقى؟ بص كده معايا، لو انا مثلا جيت قمت راسم مثلث والمثلث ده نوعه ايسوسلس، ركز معايا كده، المثلث ده شرط ان يكون نوعه ايسوسلس او ايكولاترال. طيب انا عندي ايسوسلس ترينجل، كلام محترم جدا جدا جدا. جيت قمت عامل انجل باي سيكتور، الايسوسلس ترينجل فيه خاصيه سبيشال جدا، انك لو رسمت انجل باي سيكتور مش بس بيكون انجل باي سيكتور، ده بيكون ميديان، ومش بس كده كمان بيكون بيربنديكولار تو ذا بيز. شايف الموضوع ده؟ طب ماشي، وبعدين لو جيت قررت ارسم للاكستيريور انجل بتاعه هي كمان، يعني اجي كده على سوري اجي كده على الاكستيريور، ما تظبطي بقى، اجي على الاكستيريور انجل هي كمان ارسم لها باي سيكتور. بص بص هاجي ارسم لها باي سيكتور، هنكتشف ايه؟ ان الباي سيكتور الاكستيريور ده هيكون بارلل للبيز. تقول لي ايه ده؟ ده لازم الكلام ده يحصل؟ لازم يا باشا الكلام ده يحصل. تقول لي ليه؟ اقول لحضرتك ليه. ركز معايا كده، ركز معايا كده. احنا قلنا الجيفن اللي عندي ان الزاويتين دول ده باي سيكتور وده باي سيكتور، كلام محترم جدا جدا جدا. طب ده ايسوسيلس ترينجل، يعني الزاويتين دول مالهم؟ ايكوال. لاحظ بقى معايا حاجه، لاحظ معايا حاجه، شايف الدوريه دي؟ اه. والدوريه دي تمام، والنقطتين دول الثلاثه دول مجموعهم كام؟ 180. تمام. طب ما انت تلاحظ حاجه كده معايا، ركز معايا كده في اللي انا هقوله ده، ركز معايا في اللي انا هقوله ده. الاثنين دول قد بعض اوكي، وزائد الزاويه دي مجموعهم 180. طب ما الاثنين دول كمان زائد نفس الزاويه دي مجموعهم 180. ايه ده؟ يعني قصدك ان الزاويتين دول على بعض قد الاثنين دول على بعض؟ اه. طب يبقى دي قد دي؟ وامتى الاثنين دول يبقوا قد بعض؟ ازاي الزاويه دي تبقى قد الزاويه دي؟ لو هم عاملين حرف زد. اصل خلي بالك، لو كان البايسيكتور ده جاي مايل كده شويه، عمر ما الاوبشن ده كان هيحصل، عمر ما الزاويه دي كانت هتبقى بص بص، يعني لو كان مايل مكمل كده ما كانوش هيبقوا قد بعض. تمام كده؟ فعايزك تبقى فاهم الموضوع ده. فيقول لحضرتك ايه؟ في الايسوسلس ترينجل او في الايكويلاترال ترينجل، الاكستيريور بايسيكتور بيكون ماله؟ بارلل للبيز، بيكون ماله؟ بارلل للبيز. ماشي يا حبايبي. اخر حاجه هقولها بقى لحضرتك هو اثبات ان هو ايه، ان لو انا عندي، يعني انا هقولها وخلاص عشان يعني من ضمن الاثباتات، انتوا عارفين دايما انا ما بحبش ايه القن حضرتك كده وافهمك الكلام كده وخلاص. طبعا كنت ممكن تسكيب الكلام ده لو انت عايز تشوف الكلام، يعني لو انت مش عايز تعرف الاثباتات دي جت منين، ولكن انا بحب اعامل حضرتك على انك يعني ايه بني ادم ولازم تتعلم تعليم محترم. ماشي؟ فادي كده يا باشا الاي بي سي، اتفقنا كده، وده الدي ودي الباي سيكتور. احنا كنا قلنا ايه؟ كنا قلنا كنا عشان نجيب الاي دي ده كنا بنعمل ايه؟ بشوف الريشيو اللي هي الاي بي على الاي سي، ده اوفر ده، قلنا ايكوال البي دي على السي دي. قلنا عشان نجيب طول الاي دي ده كنا بنعمل ايه؟ كنت بعمل سكوير روت، اعمل دول تايمز بعض ماينس دول تايمز بعض، اي بي تايمز اي سي ماينس بي دي تايمز سي دي. الكلام ده جه منين؟ تعالى بقى اما اقول لحضرتك الكلام ده جه منين يا باشا. بص معايا، بص يا باشمهندس، هنعمل ايه؟ هعمل حاجه كده مختلفه شويه. تعالى كده نعمل رسمتنا الاول، ولا بلاش رسمتنا الاول؟ ماشي ماشي، لا تعالى الاول نعمل دوريه. ليه؟ هثبتها لك عن طريق اي مثلث في الدنيا ممكن يعدي بيه دوريه ولا لا. قول لي ممكن. ماشي، انا هرسم المثلث بتاعي جوه دوريه، صح ولا لا؟ انا عادي، انا حر اهو، حتى مش دايمتر ولا حاجه، انا عامل اي حاجه وخلاص كده. وادي يا عم اهو خط عامل كده، وادي خط تاني عامل كده. ايه الجيفن اللي عندي؟ الجيفن اللي عندي ان انا جيت وقمت راسم باي سيكتور. شايف الباي سيكتور ده اللي انا هرسمه دلوقتي؟ تعالى نعمله بلون تاني كده. ده الجيفن اللي عندي، ان انا جيت يا حبايبي على الزاويه اللي فوق دي مثلا قسمتها نصين،
وتعالى نسميها كده مثلا زي ما احنا كنا عاملين، نسمي دي السي ودي البي ودي الاي. الجيفن اللي عندي ان الزاويتين دول مالهم بقى؟ قد بعض. كلام محترم جدا 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 جدا. هعمل كونستراكشن صغنون ان انا هوصل الاتنين دول ببعض. طيب تعالى نسمي النقطه دي اي حاجه وليكن نسميها البوينت اي. نلاحظ حاجه جميله قوي، نلاحظ حاجه جميله قوي ان الزاويه اي، شايف الزاويه دي قد الزاويه سي. ليه يا مستر؟ بيبصوا على نفس الارك. تقول لي ماشي. طب نلاحظ حاجه كمان، المثلث ده تعالى نسمي مثلا النقطه دي اي حاجه وليكن دي الدي اللي هي النقطه دي بتاعتنا. نلاحظ حاجه، شايف المثلث ده ايه الزوايا اللي جواه؟ جواه نقطه حمراء واكس وانجل ثالثه ما تتسماش كده. طب ما هو سيميلر للمثلث ده كله. ازاي؟ اهو جواه نقطه حمراء واكس ونقطه ثالثه ما تتسماش. يبقى تعالى نكتب الكلام ده. فين الاثنين اللي سيميلر لبعض؟ الترينجل اللي اسمه اي سي دي سيميلر للمثلث اللي اسمه اي اي بي، صح ولا لا؟ طيب تقول لي ما انا نستنتج من كده نقدر نعمل ريشيو اول اتنين على اول اتنين، اي سي على اي اي ايكوال، صح؟ مثلا الاولاني والاخير الاي دي على الاي بي. تقول لي طب والسي دي والاي بي؟ انا مش فارق معايا في حاجه، انا مش موجودين اصلا في الموضوع. يبقى انا استنتجت الريشيو دي. تقول لي طب ما يلا نعمل كروس مالتيبليكيشن. يلا يا باشا كده خش معايا كروس مالتيبليكيشن. يبقى معنى كده الاي دي تايمز الاي اي، شايف الاي دي تايمز الاي اي ايكوال الاي بي تايمز الاي سي. تعالى كده نشوف الكلام ده على الرسمه. انا قلت ايه دلوقتي؟ قلت ان الاي ان الاي دي قلت ان الاي دي ماشي تايمز الاي اي كله ايكوال الاي بي تايمز الاي سي، صح ولا لا؟ مش ده اللي انا قلته لحد دلوقتي؟ حلو قوي. طب هو الاي اي ده اقدر اشيله واحط مكانه ايه؟ بص كده على الرسمه ثواني كده عشان برضو ايه، انا مش عايزك تكون تهت كده مني. الاي اي ده اهو، نمسح كده الحاجات الصغنطوطه دي اللي ملهاش لازمه. الاي اي ده كله عباره عن ايه؟ طبعا النقطتين دول قد بعض اهو، الزاويتين دول اصلي. الاي اي ده كله حصل حاجه لو كتبت بدل الاي اي ده كله كتبته اي دي زائد دي اي؟ تقول لي لا ما حصلش حاجه. اهو الاي اي كله عباره عن من الاي للدي ومن الدي للاي، مفيش مشكله خالص. الكلام ده ايكوال اي بي تايمز الاي سي. تقول لي وبعدين؟ دخل يلا ديستريبيوشن، مره ده تايمز ده مره ده تايمز، يعني الاي دي باور 2، شايف الاي دي باور 2 سوري، بعدين بلس مره ده تايمز ده اي دي تايمز دي اي. الكلام ده ايكوال يا حبايبي اي بي تايمز اي سي. تقول لي وبعدين؟ ما هو خلي بالك انا ليه بعمل الكلام ده؟ عشان عايز اجيب الاي دي. هات يلا الاي دي باور 2 لوحده ودي ده هناك، يعني اي بي تايمز اي سي ماينس الاي دي تايمز دي اي. اعمل روت وصلت للرول الجميل اللي فوق اللي انت عايزه ده. شفت بقى الموضوع سهل ازاي؟ تقول لي بس استنى ما وصلتش للرول اول حاجه، اهو الاي دي ايكوال روت الاي بي تايمز الاي سي ماينس، ده انت بتقول لي اي دي تايمز دي اي. ايوه ما هو خلي بالك من حاجه، اي دي تايمز دي اي ده ايكوال ايه؟ بص 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 بص، تقول لي اي دي سوري الاي دي تايمز الاي دي تايمز الدي اي. اه تعالى بقى نبتدي نشوف هو الاي دي تايمز الدي اي ده الكلام ده ايكوال ايه؟ فين الاي دي؟ ركز معايا كده، فين الاي دي تايمز الدي اي ده تايمز ده؟ مش انا عارف ان الاي دي تايمز الدي اي من درس السيركل ايكوال ده تايمز ده؟ اه ايكوال البي سي تايمز السي دي، يعني اقدر اشيل دي واحط بي سي تايمز سي دي، وده كان المطلوب اثباته. طبعا اثبات القانون ده مش عليك ولا حاجه، ولكن انا حبيت اقوله لك وخلاص. ده يا سيدي كان بمنتهى البساطه كده كشرح هام للدرس. انا عارف طبعا انك قفلت مني، اما كنتش قفلت الفيديو اصلا، بس اوعدك مع الحل هتلاقي الموضوع سهل وبسيط جدا 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 جدا. يلا بقى نبتدي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي نحل مع بعض. انا هحل معاك الاكسرسايز كله، فمش عايزك تقلق خالص، درس زي الفل. بلاش تكون بني ادم سلبي كده ونيجاتيف جدا في كل حاجه انت بتعملها، لا ان شاء الله الموضوع سهل. تقول لي ماشي يا مستر اتحمست خلاص هجيب الدرس ده في شوال، يلا بينا بقى. يلا يا باشا بص كده، بيقول لحضرتك ايه؟ عامل لي رسمه ومديني انجل باي سيكتور فوق اهو، ده انتيريور باي سيكتور. تقول لي طب خلاص هعمل الريشيو ده على ده ايكوال ده على ده بس، يعني 3.5 اوفر 7، شايف ده اوفر ده ايكوال ايه؟ ايكوال 3 على السي دي. طب هو عايز ايه؟ عايز السي دي. يلا يا باشا مبروك عليك السؤال، ده تايمز ده اوفر ده يطلع 6، بس كده بس كده. اللي بعده تقول له يا مستر خلاص سهل، هنقوم قايلين ايه؟ هو عايز ايه؟ عايز البي دي، تعالى نسمي ده اكس. يبقى الدي سي ده اسمه ايه؟ اسمه 10.5
ماينس اكس. يبقى انا هعمل ايه؟ 6 على 8 ده اوفر ده ايكوال، انا ابتديت بال 6 يبقى اخد الاكس على 10.5 ماينس اكس، بس كده او بس كده. وبعدين اعملها على الحسب او اعمل كروس مالتيبليكيشن وطلع الاكس. تقول لي طب ما الموضوع سهل. ايوه يا ابني، ما انا قلت لك انه سهل وانا قلت لك انه صعب. يبقى هنعمل 6 على 8 ايكوال الاكس اوفر ال 10.5 ماينس الاكس، وندوس شيفت سولف ايكوال، يحسب يطلع لك الاكس ب 4.5، الاكس اللي هو البي دي، هو عشان كده انا دي اللي انا سميتها الكلام ده. اللي بعده بيقول لحضرتك حاجه بالمنظر ده، عايز الاي سي. طب ما خلاص، ما ده اوفر ده ايكوال ده اوفر ده، يعني 4.5 اوفر الحاجه اللي انا ما اعرفهاش الاكس دي ايكوال 3 على ال 4. خش يا باشا كروس مالتيبليكيشن وطلع اجابتك، يطلع الاي سي بكام في الاخر؟ يطلع معايا ب 6. اللي بعده هنا بيقول لحضرتك حاجه بالمنظر ده، خلاص ده على ده ايكوال ده على ده. يا مستر ده الموضوع سهل قوي. ايوه يا ابني هبل، والله العظيم هبل. ما انت مستر كنت مكبر لنا الموضوع كده وعامل ايه يا عم؟ ولا حاجه يا عم، انا كنت بشرح لك الدرس. طيب هنا هنعمل ايه؟ هنحطها على الاله الحاسب شيفت سولف على طول، او اعمل كروس مالتيبليكيشن. تعالى نعمل كروس مالتيبليكيشن عشان ما ازعلكش. يلا، ده تايمز ده يبقى 120 ايكوال ده تايمز ده، ال 8 تتضرب في ال 4 اكس ماينس 1. عايز تعمل تنزل ال 8 بالديفايد الاول، يعني 4x ماينس 1 ايكوال 120 ديفايدد 8 بدل ما تعمل ديستريبيوشن عادي، ماشي؟ طب 120 ديفايدد باي 8 يطلع بكام؟ ثواني كده، تعالى نحسبها كده. 120 ديفايدد باي 8 يطلع الكلام ده 15، اوكي؟ يعني ده كده ب 15. نودي ال 1 هناك بالبلس، يعني 4x ايكوالز 16، يعني الاكس بفور. ايه الاكس ده اللي هو عايزه؟ يطلع بفور. ماشي يا حبايبي، اظن مساله سهله ما فيهاش اي حاجه. هنا نفس الكلام، ده على ده ايكوال ده على ده، خلاص طالما في بايسكتور خلاص. يبقى هنقول اكس بلس 4، انا خدت التو سايدز اللي بيكونتينوا الانجل، اوفر 6 ايكوال ال 6 على اكس ماينس 1. حط يا باشا على الاله الحاسبه وطلع اجابتك، تطلع الاكس ب 5. اللي بعده هنا، فين الانجل بايسكتور؟ ركز معايا، دي الزاويه، التو سايدز اللي بيكونتينوا الانجل. هاخد ال 10 على السايد اللي تحت ده على الاكس ايكوال، مش انا ابتديت بال 10؟ يبقى من اول الايه لحد الباي سيكتور 5 على ال 4، ومن هنا طلع السي دي. ولكن ركز معايا، هل هو طالب السي دي؟ لا، يبقى الاول تعال نجيب السي دي. طيب نجيب السي دي يا مستر، حسبناه طلع 8، طلع ان السي دي ده ب 8. ركز بقى معايا، بوس ايدك، كنت ازاي بجيب البايسكتور اللي في النص ده؟ كنا بنجيبه منين؟ فاكر بقى كنا عشان هو طالب السي بي، كنا بنجيبه ازاي؟ خلاص عرفنا الاكس دي ب 8، بعمل سكوير روت واعمل الريشيوز دول تايمز بعض. خلي بالك من غير سمبليفاي، ابوس ايدك ابوس ايدك من غير سمبليفاي، ال 10 تايمز ال 8 ماينس ال 5 تايمز ال 4، بس كده. شفت الموضوع سهل ازاي؟ الموضوع عبيط خالص. هيطلع الإجابة مع حضرتك 2 root 15. اللي بعده بيقول لي إن دي أنجل بايسكتور، أوكي. عايز إيه الراجل ده؟ عايز الريشيو ما بين الـ AD والـ BD. إيه ده؟ طب ما هي الريشيو ما بين AD و BD هي الريشيو ما بين ده وده، هي الريشيو ما بين 3 over 7.5، مش 3 over 7.5 equal AD على DB. خلاص ده اوفر ده ايكوال ده اوفر ده، 3 اوفر 7.5. طلع كده الكالكوليتر واكتب 3 اوفر 7.5 ودوس ايكوال. تعالى كده نطلع الاله الحاسبه اهي ونكتب 3 اوفر 7.5 وندوس ايكوال، تطلع كام اوفر كام؟ 2 اوفر 5. يبقى الاجابه رقم سي، مبروك علينا السؤال. يعني الريشيو ما بين ده وده 2 تو 5. طب افرض كان طلب الريشيو ما بين اي دي واي بي كله، خلاص ما انا هعمل نفس الحاجه واقول له 2 تو 7 مثلا، يعني مثلا، ماشي؟ طيب اللي بعده المره دي مد لحضرتك ايه؟ مديك الريشيو ما بين اي بي واي سي وبي دي، وخلي بالك دي كلها ريشوز، ماشي. تعالى نكتب على الاي بي 5، نكتب على الاي سي 3، ونكتب على كل ده 7، ماشي. طلبات حضرته عايز ايه؟ عايز الريشيو ما بين البي دي والدي سي. طيب ما هو خلي بالك الريشيو ما بين بي دي اوفر دي سي، الريشيو ما بين ده وده هي الريشو ما بين ايه؟ هي الريشو ما بين ده وده، هي 5 على 3. فين 5 على 3 اهو؟ واحد يقول لي طب ما هي ازاي الريشو ما بين ده وده 5 على 3 وبالريشو ان ده 7؟
يا ابني ما هو خلي بالك دي ريشيوز كلها، يعني الارقام دي مش حقيقيه، هي رقمين واحد قد يعني لو هما يعني رقمين كلهم واحد قد التاني، لو ده خمسه ده تلاته، او لو ده تلاته ده خمسه، بس مجموعهم بالريشيو يبقى الرقم دوت، فمش هتطلع الارقام المفروض بالظبط يعني كده. انت معايا كده يعني لحد دلوقتي؟ يعني مثلا ممكن ده يبقى 2 بوينت مش عارف كام، وده 4 بوينت كام، مجموعهم 7، ونفس الريشيو ما بينهم في السمبلست فورم 3 تو 5. ماشي، دي كانت المسألة رقم كام؟ المسألة رقم 8 اللي بعده. المرة دي هنا مديني ايه؟ مديني الريشيو ما بين الاتنين دول. طب تقول لي طب ما هي ادي الانجل اهي، مش انا عارف ان ده على ده؟ ركز معايا، السؤال ده حلو قوي. مش ده على ده ايكوال ده على ده؟ اه، يعني بالريشيو. خلي بالك من كلمة بالريشيو دي، بالريشيو. الريشيو ما بين الاتنين دول كام؟ 3 تو 5. خلي بالك اللي بالاورنج ده ريشيو، هل دي اطوال حقيقية؟ لا. طب تعالى نكمل بقى ريشيو بريشيو، ده 3 وده 5، اوكي ريشيو. طب مش ده رايت انجل ترينجل؟ اه. طب بالريشيو يبقى ده بكام؟ مش ده 3 وده 5؟ اه، يبقى ده 4 بالريشيو. طب سؤال، هل هو طوله الحقيقي 4؟ تقول لي لا، طوله الحقيقي مش 4، ده طوله الحقيقي 5 و3، ده طوله الحقيقي 8. ايه ده؟ يعني طوله اتضرب في 2 اتعمل تايمز 2. طب ده الريشيو بتاعته 3، يبقى طوله الحقيقي كام؟ تقول لي طوله الحقيقي تعمل تايمز 2، طول حقيقي 6. طب وده الطول بتاعه بالريشيو 5، يبقى طول الحقيقي كام؟ طول الحقيقي 10. اه، يبقى ده طوله الحقيقي 6 وده طول الحقيقي 10، انما الريشيو ما بينهم هي اللي 3 تو 5. طب هو عايز ايه؟ عايز الاي بي اللي هو طوله الحقيقي كام؟ طوله الحقيقي 6. ماشي يا حبايبي، اتمنى اتمنى انها تكون واضحه. سؤال حلو ده، حلو. ماشي، اللي بعده. في حاجه نجيبها بالبايثاجوراس قبل ما ابتدي اشتغل؟ اه، لو ده 12 ده 20 نعمل بايثاجوراس نجيب ده، صح؟ يطلع بكام ده؟ اظن يطلع ب 16 تقريبا. تعالى نتاكد كده، نعمل سكوير روت 20 باور 2 ماينس 12 باور 2 يطلع ب 16. ماشي مظبوط، ده ب 16. اوكي، وبعدين الراجل طالب طول السي دي بكام؟ تقول لي ماشي، هو الريشيو مش انا عارف ان المفروض الريشيو ما بين ده وده كام تو كام؟ ده اوفر ده، الريشيو ما بينهم كام تو كام؟ تقول لي 12 على 20. طب ما تيجي كده نعمل، يبقى الريشيو ما بين ده وده 12 و20، صح؟ طب هي بكام على كام 12 على 20 دي؟ ما تيجي كده معلش نعملها في سمبلس فورم 12 اوفر 20. خلي بالك اللي انا هكتبه ده ريشيو مش اطوال حقيقيه، 12 على 20 3 تو 5، يبقى الريشيو ما بين ده وده 3 تو 5. بس السؤال، هل دي اطوالهم الحقيقيه؟ لا يا مستر، لا يا مستر، ده دول كده طولهم الحقيقي. بص الريشيو ما بينهم 3 تو 5، مجموعهم لو حبيت اجيب لهم مجموع 3 بلس 5 8، يعني كل ده 8، بس ده طوله الحقيقي 16. عرفت منين ان ده طول حقيقي؟ ما انا جبته بالبايثاغورس. اه، طوله الحقيقي المجموع بتاعهم الحقيقي 16. اقدر اجيب الطول الحقيقي بتاع ال 3، اه هعمل ده تايمز ده اوفر ده. اقدر اجيب الطول الحقيقي بتاع السي دي اللي هو اللي تحت ال 5، اه ده تايمز ده اوفر ده. او واحد يقول لي ده كان 8 بس الطول الحقيقي بتاعه 16، يعني اتعمل تايمز 2. يبقى لو ده 3 يبقى ده 6، ولو ده 5 يبقى ده تايمز 2 يبقى ده 10، فعلا طوله كله 16. اه، يبقى طول السي دي ب 10. عرفت كده فكره حته الطول الحقيقي والطول اللي مش حقيقي؟ ريشيوز كلها، خلي بالك انا بجيب ريشيوز. كلام محترم. اللي بعده، اللي بعده، في حاجه نجيبها بالبايثاغوراس ولا لا؟ تقول لي اه، لو ده 6 وده 8 نقدر نجيب ده كده كله بالبايثاغوراس يطلع ب 10. كلام جميل جدا جدا جدا، وخلي بالك ال 10 ده طول حقيقي بالسنتيمتر. اوكي ماشي، وبعدين يا مستر الراجل قام جاي كده حبايبي وقام عامل لي انجل بايسكتور من هنا. طب خلاص، طب ما انا عارف ان الريشيو ما بين ده وده هي الريشيو ما بين ده وده. طب يلا 6 اوفر 6 اوفر 8 اللي هي في السمبلست فورم ديفايدد 2 ديفايدد 2 3 على 4، يعني الريشيو ما بين ده وده 3 تو 4. السؤال هنا، هل دي اطوال حقيقيه؟ لا لا، الاجابه لا. ليه يا مستر؟ طولهم الحقيقي ب 10، هي ريشيو ما بينهم 3 تو 4. تمام، خلاص يبقى انا هعمل ريشيو لو عايز اجيب اي طول من دول، ادي 3 وادي 4، الصم بتاعهم بكام؟ 3 بلس 4 7. طب الصم الحقيقي طولهم الحقيقي 10، تحط تحتها 10. اه، طب هو عايز ايه؟ عايز طول الاي دي اللي هو اللي عند ال 4، عايز ده. يبقى هعمل 4 تايمز 10 ديفايدد 7، 4 تايمز 10 ديفايدد 7. تعالى كده نحسب الكلام ده، 4 تايمز 10 وبعدين نعمل ديفايدد 7، يطلع الاجابه معايا بكام؟ تقول لي يطلع تقريبا 5.7 حاجه، اللي هو غالبا الرقم ده. طب لو عايز اعرفه بالظبط شيفت ودوس علامه الفراكشن،
هيطلعه لك بالظبط، يعني بيطلعه لك as a mixed number، يبقى الإجابة هتكون كام؟ الإجابة هتكون إيه؟ طيب اللي بعده ده 50 ده 30، هل أقدر أجيب حاجة بالبايثاغورس؟ طبعا أقدر، طبعا أقدر، ده 50 ده 30 بالبايثاغورس، هعمل سكوير روت ده باور 2 ماينس ده باور 2 يطلع ده ب 40. السؤال هنا ال 40 ده طول حقيقي ولا لأ؟ حقيقي يا مستر، طول حقيقي ده بالسنتيمتر، تمام. طيب وبعدين الراجل عايز البريمتر بتاع المثلث اللي اسمه اي بي سي، ده عايز البريمتر بتاع المثلث ده. طيب ما انا عشان اجيب بريمتر المثلث ده يبقى انا محتاج اجيب الاطوال بتاعته واعملهم بلس. تقول لي طيب مشكله، عندي مشكله دلوقتي اجيب الاطوال منين؟ تعالى كده نجيب الاطوال مع بعض، الموضوع سهل خالص يا باشا، الموضوع سهل خالص. تقول لي طيب ازاي؟ طيب تعالى كده قول لنا هتحب نجيبه ازاي. بص يا باشا نمسكها كده واحده واحده. اول حاجه هجيبها، هجيب الحته دي البي سي، طبعا يجي واحد يقول لي دي 20 ودي 20، بص يعني هنط من الشاشه ويعني مش عارف وهتغاب عليك. ما هو يا حبيبي احنا لسه ده انجل بايسكتور، قلت ده مش ميديان. طيب هدي نفسك يا مستر. حاضر حبيبي انا اسف. بص معايا كده هنعمل ايه؟ تقول لي خلاص الريشيو ما بين ده وده، بص كده 30 اوفر 50 اللي هي 3 اوفر 5، هل دي اطوال حقيقيه؟ لا، 3 تو 5 والصم بتاعهم 8. طب والصم الحقيقي 40، تمام. يبقى انا اقدر اجيب ده بكامل حقيقي وده بكامل حقيقي ولا لا؟ طبعا هعمل ده تايمز ده اوفر ده، 3 تايمز 40 ديفايدد باي 8، 3 تايمز 40 ديفايدد 8. تعالى نحسب كده الكلام ده، 3 تايمز 40 وبعدين نعمل ديفايدد باي 8، يطلع الطول ده ب 15. ده كده طلع طوله الحقيقي 15، حلو قوي. طب واحد يقول لي طب ما ده وده، طيب 5 تايمز 40 اوفر 8 او كل ده 40 وده الحقيقي 15، يبقى نعملهم ماينس يطلع ان ده معايا بكام؟ يطلع ان ده ب 25 اهو، ده 25 ودي 15، دي اطوال حقيقيه 100% 100%. يبقى انا عشان اجيب بريمتر المثلث ده انا خلصت من المشكله، كان عندي ده ب 50 وعندي ده الحقيقي ب 25، ناقصني الاي سي. نجيب الاي سي منين؟ واحد يقول لي سهله قدامك طريقتين. اول طريقه واحد يقول لي مش المثلث اللي هنا ده رايت انجل ترينجل، اقول له اه، يقول لي هعمل بايثاغورس اجيب الاي سي، صح 100% يا ابني. واحد تاني يقول لي لا، طب مش احنا لسه واخدين قانون بيقول ايه؟ مش احنا عارفين ان 30 على 50 ده على ده ايكوال ال 15 على ال 25، صح. وبعدين يعمل سكوير روت، مش احنا لسه قايلين دول تايمز بعض، 30 تايمز 50 ماينس دول تايمز بعض 15 تايمز 25، الاثنين هيطلعوا لك نفس الحل لو عملت بايثاغورس هنا. تقول لي تمام، طب يلا تعالى كده نحسب ونطلع الاي سي. يبقى هنطلع الكالكوليتور بتاعتنا ونعمل دي مثلا، وهوريك اهو، نعمل 30 تايمز 50 الريشيو الكبيره ماينس الريشيو الصغيره، ال 15 تايمز ال 25 وندوس ايكوال، طلع 15 روت 5. طب تعالى كده نعمل بايثاغورس لو كان ده كده، لو ده هنعمل سكوير روت اهو 30 باور 2 بلس 15 باور 2، طلع ايه ده؟ نفس الرقم 15 روت 5. يبقى انا عرفت ان طول الاي سي بكام دلوقتي يا حبايبي؟ طوله ب 15 روت 5. يبقى عشان اجيب البريمتر هعمل ايه؟ هجمع ال 15 روت 5 وال 50 وال 25 وابقى انا كده خلصت الموضوع ده. يبقى انا هقوم عامل ايه؟ جامع ال 50 وال 25 وال 15 روت ال 5 وندوس ايكوال، طبعا هيطلع رقم بالديسمال، هو عايزه بالديسمال، يطلع الرقم معايا بكام؟ 108.54 اللي هو فين الرقم ده؟ اللي هو رقم دي. ماشي يا حبايبي، استاذنك امسح الكلام ده، اتمنى طبعا ان دي تكون واضحه. اللي بعده بيقول لي ان الاي دي ده بيقسم انجل ايه وطلباته، عايز اي بي تايمز سي دي. تقول لي طب بقول لك ايه، ما تيجي نكتب ريشيو ونشوف الكلام ده، مش انا عارف ان كده كده الاي بي على الاي سي ده على ده ايكوال البي دي على السي دي. اه بي دي على السي دي، طب هو عايز ايه؟ هو عايز دول تايمز بعض، بص كده اي بي تايمز سي دي عايز دول. طيب ما هم دول تايمز بعض ايكوال اي سي تايمز بي دي، فين الاي سي تايمز البي دي اللي هي رقم اي، صح؟ فاتمنى ان دي تكون واضحه، سؤال سهل عبيط قوي يعني. ماشي اللي بعده، اللي بعده بيقول لي ان ده بي بايسكت، بيقول لي انهي واحده من دول صح. طيب تعالى نكتب نفس الريشيو، الاي بي على الاي سي، ابتديت اهو اي بي على اي سي ايكوال البي دي على السي دي. طب وبعدين
بيقول لي معنى الكلام ده، معنى ان في باي سيكتور وكده، هل معنى الكلام ده ان طول البي دي قد طول الدي سي؟ طبعا دي لا، انت جبتها منين يعني؟ جايبها من بيتكو دي؟ لا طبعا. بيقول لي هل معنى كده ان المثلث اللي اسمه اي بي دي، اي بي دي اللي هو المثلث الاوبتيوس ده، سيميلر للمثلث اللي اسمه اي سي دي؟ ازاي يعني؟ يعني معلش ده بتاعي طبعا. هبل هبل. طب هل معنى كده ان بي اي، خلي بالك البي اي اللي هو ده، بي اي اللي هو اي بي تايمز السي دي، ده تايمز ده ايكوال للاي سي تايمز البي دي؟ اه دي صحيحه 100%، عمل كروس مالتيبليكيشن ودي صحيحه 100%. دي كانت المساله رقم كام؟ رقم 14. طيب اللي بعده، اللي بعده الراجل عايز ايه مني هنا يا ولاد؟ الراجل عايز الريشيو ما بين البي اي والبي سي. طيب وخلي بالك من حاجه، واحد يقول لي ما هي الريشيو ما بين ده وده، هي الريشيو ما بين ده وده. اقول له عرفت منين؟ هو في انجل باي سيكتور؟ اه في. اه في منين يا ابني؟ يقول لي يا مستر ما هو الارك وده والارك ده قد بعض، ما دام التو اركس ايكوالز يبقوا الزاويتين دول ايكوال. اقول له اه برافو عليك يا ابني. وبعدين خلاص امسك بقى المثلث ده، امسك المثلث بتاعك، مساله عاديه جدا 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 جدا، انجل باي سيكتور. مش معنى هو عايز الريشيو ما بين ده وده هي الريشيو ما بين ال 3 وال 6؟ بس كده بس كده يعني، هو بس عايزك تلقط ان طالما الاركس ايكوال يبقوا الزاويتين دول قد بعض، يبقى الريشيو ما بينهم 3 اوفر 6 صح، اللي هي كام على كام؟ اللي هي 1 تو 2. اللي بعده نفس الكلام، الارك قد الارك، يبقى الزاويه دي قد الزاويه دي. كلام محترم جدا جدا جدا. طيب ما انا معنى الكلام ده عارف ايه؟ ان ده اوفر ده 4 على 6 ايكوال 2 على كام؟ على السي اي. تعال نسمي الحته دي سي اي او اكس مش فارق، هعمل كروس مالتيبليكيشن، ده تايمز ده اوفر ده، يطلع طول السي اي الحقيقي بكام؟ ب 3. تمام. طب هو عايز ايه؟ الراجل عايز طول الدي اي. تقول لي ايه ده الدي اي اللي تحت ده اللي هي الحته دي كده؟ طب واحد يقول لي وده ان شاء الله اجيبه منين ده؟ اقول له لا تعالى معايا كده بقى نبتدي نشوف نجيب ازاي طول الدي اي ده، لان الموضوع سهل، الموضوع مش صعب خالص. بص يا باشا، الموضوع سهل خالص وبسيط جدا 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 جدا. بص انا هعمل ايه اول حاجه؟ اول حاجه هنعملها هبتدي اقوم قايل له ايه؟ هبتدي اقوم قايل له انا عايز اجيب الاول الاي اي. طب اجيب الاي اي ازاي؟ الاي اي عباره عن، شايف اللي هو الباي سيكتور نفسه، هنجيب الاي اي ازاي؟ تقول لي والله سهله، هنعمل سكوير روت الريشيوز دول تايمز بعض، اللي هي ال 4 تايمز 6 ماينس 2 تايمز 3. ما احنا عرفنا ان دي ب 3، يطلع الكلام ده بكام؟ ب 3 روت 2. عرفت ان الاي اي ده ب 3 روت 2. طب بعدين؟ بعدين امسح كل حاجه بقى وبحلق في المساله كده، بحلق في المساله كويس. مش انا عارف ان 3 روت 2 تايمز اللي تحته ده ايكوال ده تايمز ده؟ عرفنا منين دي؟ من درس البروبورشن بتاع السيركل. اه تمام، يعني قصدك ان 3 روت 2 تايمز، وركز في كلمه تايمز، احنا جوه السيركل كنا بنقول تايمز، تايمز الدي اي ايكوال 2 تايمز 3. طب وبعدين؟ هات الدي اي بس، اعمل ده تايمز ده ديفايد ده، يطلع الكلام ده معايا بكام؟ يطلع بروت 2. ماشي يا حبايبي، دي كده كانت المساله دي. اللي بعده الاكستيريور باي سيكتور بتاع الفيرتكس انجل بتاع الايسوسيلس ترينجل، قلنا بيكون ماله؟ بارلل للبيز. قلنا لو عندي ايسوسيلس ترينجل وجيت من هنا كده قمت راسم اكستيريور باي سيكتور، ماله الاكستيريور باي سيكتور ده؟ بيبقى بارلل للبيز على طول. ماشي يا حبايبي. السؤال اللي بعده، اللي بعده بيقول لي البايسيكتور بتاع الاكستيريور انجل في الايكولاترال ترينجل برضه بيكون ماله؟ بارلل للبيس. طب حلو قوي. بيقول لي ذا ميجر اوف دي انجل انكلودد بتوين الانتيريور والاكستيريور بايسيكتور، قلنا بتكون كام؟ 90 ديجريز على طول، على طول الزاويه ما بين الانتيريور والاكستيريور بايسيكتور ب 90 ديجريز. طيب نيجي للكويشن اللي بعده، كويشن نمبر 20. بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي اي بي تو اي سي، عايز الريشيو ما بين. طيب اول حاجه عايزك تلقطها ان ده اكستيريور باي سيكتور. طيب بنعمل ايه عشان تلقط الريشو على طول؟ اول حاجه اعملها اعلم على المثلث اهو. ليه؟ ده المثلث اللي فيه الزاويه ايه بتتقسم اكسترنالي اهو، شايف الزاويه ايه بتتقسم من بره. طب هو انا كنت بقول ايه؟ ركز معايا كده، كنت بقول ده على ده اي بي على اي سي المفروض ايكوال ايه؟ ركز معايا، من اول البي لحد البايسيكتور كل ده اللي هو كام؟ اللي هو 9، على من اول السي لحد البايسيكتور على 4، يبقى الاجابه ما بينهم كام تو كام؟ 9 تو 4، هو عايز ده. ماشي يا حبايبي. اللي بعده قلنا اول حاجه اعملها القط المثلث بتاعك اهو، ادي المثلث اهو، ده اللي فيه الزاويه ايه بتتقسم بطريقه اكسترنالي، هنقوم قايلين ايه؟ 9 على 6 اهو مثلا، 9 على 6 ايكوال، هاخد من اول البي لحد الباي سيكتور اللي هو ال 12
على من اول السي لحد الباي سيكتور اللي هو السي دي. طب من هنا ده تايمز ده اوفر ده، تعالى كده نطلع السي دي بكام. بص كده هنقوم جايين كده اهو عاملين 12 تايمز 6 بعدين ديفايدد باي 9 وندوس ايكوال يطلع ب 8. يبقى انا عرفت ان طول السي دي ده بكام؟ ب 8. طب هو عايز طول السي دي؟ اه عايز طول السي دي ب 8، عشان لو كان طلب السي بي ولا حاجه كنت اقول له 4. ماشي. طيب اللي بعده، اللي بعده هنعمل ايه؟ قلت اول حاجه علم على المثلث بتاعك اهو، وبعدين يا مستر ده اوفر ده 8 اوفر 4 ايكوال، مش انا ابتديت بال 8 من اول البي لحد البايسكتور؟ تعالى هو عايز السي دي، تعالى نسميها اكس. كل دي اسمها ايه بقى؟ اسمها 6 بلس اكس اوفر من اول السي لحد البايسكتور اوفر اكس. يبقى عرفنا كده بنعمل ايه؟ يبقى قلت 8 على 4 من اول البي لحد البايسكتور اللي هي كل دي 6 بلس اكس، بعدين من اول السي لحد البايسكتور اوفر الاكس، اعمل شيفت سولف وطلع الفاليو بتاع السي دي بتاع حضرتك يطلع اللي هو الاكس يعني بتاعتي، تطلع الاجابه معايا بكام يا حبايبي؟ تطلع ب 6. اللي بعده، اللي بعده علم على المثلث. ادي المثلث اهو، ده اللي بيتقسم انجل ايه بتتقسم اكسترنال ايه. هنقوم عاملين ايه؟ خد اي حاجه على اي حاجه اهو، الجناب جمع على بعض يعني اكس بلس 5 اوفر 6. خدت الاكس بلس 5 اوفر 6 ابتديت بده، يبقى من اول ده لحد البايسكتور اللي هو كام؟ اللي هو 12 اوفر من اول البي لحد البايسكتور اللي هو كام؟ اللي هو 9. طب من هنا حط يا باشا على الاله الحاسبه وطلع الفاليو بتاع الاكس بتاع حضرتك، تطلع الاجابه ب 3. اللي بعده، اللي بعده تقول لي بص تعالى كده نشوف نفس الفكره هنا، الراجل عايز يجيب الاي سي، مبدئيا الاثنين دول قد بعض، تعالى نسميهم اكس واكس، سوري ولا بلاش، تعالى نسمي نسيب الاي سي هو انا عايز الاي سي، تعالى نعمل الريشيو، تعالى نسيب طب تعالى نسمي دي اكس ودي اكس مفيش مشكله، والاي سي ده هسيبه هسميه اي سي زي ما هو. علم على المثلث اهو، هنقوم قايلين ايه؟ ده على ده يعني 12 على الاي سي، الاي سي ده اللي انا عايزه ايكوال ايه؟ من اول ده لحد ده كله اللي هو اكس واكس اللي هم 2 اكس على من اول السي لحد البايسكتور على اكس. طبعا الاكس والاكس هيتشالوا مع بعض ونقدر نطلع الاي سي ولا لا؟ طبعا نقدر نطلع الاي سي، دي كده كانها 2 اوفر 1 يعني، اعمل كروس مالتيبليكيشن ده تايمز ده اوفر ده 12 ديفايد تايمز 1 ديفايد 2 يطلع ب 6. انت مش شايف ان في 6 تحت؟ بس معلش هو في تحت في 6 فمعلش هي مش باينه هنا بس ماشي. رقم سي. اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده المره دي مديني ريشيو ما بين اي بي واي سي، بيقول لي الريشيو ما بين الاثنين دول 2 تو 3، كلام محترم جدا جدا جدا. طلباته عايز الريشيو ما بين بي دي وسي وبي سي. تقول لي طيب والله ركز معايا يا مستر كده، علم على المثلث اهو، خلي بالك اللي انا هعمله ده ريشيو، كله ريشيو، الريشيو ما بين ده وده 3 تو 2، يبقى الريشيو مش المفروض 3 على 2 ده اوفر ده ايكوال ده كله على ده كله، يعني معنى كده السي دي سي دي كله على البي دي برضو الريشيو ما بينهم كام تو كام؟ 3 تو 2، يعني السي دي كله 3 بالريشيو وده كده كام؟ 2. طب هل هو عايز الريشيو ما بين دول؟ لا، هو عايز الريشيو ما بين البي دي اهو مكتوب عليه 2 والبي سي، البي سي بكام؟ ما هو لو كل ده 3 وده 2 يبقى بالريشيو ده 1. اه يبقى الريشيو ما بينهم كام تو كام؟ 2 تو 1. ماشي حبايبي. اللي بعده، اللي بعده بيقول لي في نمبر 26 هعمل لي برضه باي سيكتور، قلت لك اقفش المثلث اهو، ده اللي فيه الزاويه اكس بتتقسم بطريقه اكسترنالي. طيب الراجل بيقول لي ايه؟ بيقول لي واي ال، الواي ال فين الواي ال ده؟ كله على الواي اكس، على الواي اكس. طب ما تيجي نكتب الريشيو، مش انا عارف ان الاكس واي، انا اوجع دماغي ليه؟ اكس واي على اكس زد المفروض ايكوال اهو، الاكس واي على الاكس زد ايكوال الواي ال كله على الزد ال كله، صح ولا لا؟ تمام. طب هو الراجل عمل ايه؟ ركز معايا كده، عمل ايه؟ هو عايز الواي ال، شايف الواي ال ده؟ اه عايزها على الواي اكس اللي هو ده، عايز يعمل ده على ده. طب ما هو ده على ده ايكوال ده على ده، زد ال على اكس زد، فين الزد ال او ال زد مش فارقه على الاكس زد اهو، بص كده اهو زد ال واكس زد اهو، زد ال واكس زد، يبقى رقم كام؟ رقم سي. شفت كده؟ هو عايز ده على ده، بيضحك عليك. ماشي. اللي بعده المره دي عمل هنا ايه يا اولاد؟ عمل انتيريور واكستيريور باي سيكتور. تمام، يبقى معنى كده الزاويه دي بكام؟ اوتوماتيك احنا قلنا 90 ديجريز، كلام محترم. الراجل مديني حاجه بالمنظر ده،
وبيقول لك all the following statements are true ما عدا مبدئيا في واحده صح اهي، بيقول لي ان انجل دي اي اي از رايت انجل، دي صح 100%. طب تعالى بقى نبتدي نشوف الريشوز دي. اكيد بقى بيلعب يعني يمسك الانتيريور لوحده والاكستيريور لوحده. تعالى كده لو انا مسكت الانتيريور لوحده، بص كده الانتيريور اهو، سيبك من اي حاجه في الرسمه، ركز في الانتيريور باي سيكتور. مش معنى كده اقدر اقول يا اولاد ان المفروض ده على ده ايكوال ده على ده، صح ولا لا؟ يعني اي بي على اي سي المفروض ايكوال بي دي على سي دي، صح ولا لا؟ طبعا صح. طب تعالى كده نشوف هو كاتب الكلام ده ولا لا. كاتبها اهي، اهي اي بي على اي سي ايكوال بي دي على سي دي، دي صح. طب تمام. طب تعالى نمسك الاكستيريور باي سيكتور ونشوف، نعمل اكستيريور باي سيكتور، مالكش ما تركزش في اي حاجه، ركز في الاكستيريور باي سيكتور. فين المثلث بتاعك؟ المثلث اهو، ده المثلث بتاعي. جت حاجه قسمته من بره اهو، جت حاجه قسمته من بره. انا كنت بقول من ده اوفر ده، نفس الاي بي على الاي سي، المره دي ايكوال ايه بقى؟ من اول البي لحد الاكستيريور باي سيكتور بي اي اوفر، من اول السي لحد الاكستيريور باي سيكتور اوفر السي اي. طب تعالى كده نشوف الكلام ده، اي بي على اي سي اهو ايكوال بي اي على سي اي، دي صح. يبقى اني واحده اللي غلط، اكيد هي دي اللي غلط معانا. يبقى الاجابه رقم كام يا حبايبي؟ رقم سي. عرفنا كده، يبقى انا استنتجت لك الثلاث حاجات اللي صح. اللي بعده مديني حاجه اهو فيها انتيريور واكستيريور باي سيكتور، طلبات حضرته عايز ايه؟ عايز طول الدي اي. فين الدي اي ده؟ تقول لي هو عايز كل ده. طيب نبتدي نشوف كده هنجيب ده منين يا مستر. تعالى نعمل الاول نجيبهم جزء جزء. تقول لي ازاي يعني؟ همسك الانتيريور باي سيكتور، شايف ده كده، ركز في ده بس، ركزش في اي حاجه تاني اهو. مش ده انتيريور باي سيكتور ولا مش انتيريور باي سيكتور؟ انتيريور باي سيكتور. يبقى هعمل ده اوفر ده 14 على 10 ايكوال ده على ده. طب ماشي، ما انا ما اعرفش ده كام وده كام، وماله؟ سمي دي اكس اللي انا عايزها وسمي دي 12 ماينس اكس، صح ولا لا؟ يبقى هعمل 14 على 10 ايكوال 12 ماينس اكس على اكس. طب من هنا طلع الاكس او طلع السي دي. طب تعالى يلا بينا كده، يلا بينا نطلع السي دي. يبقى انا هقوم عامل ايه دلوقتي يا حبايبي؟ هعمل 14 اوفر 10 ايكوال ال ايه؟ 12 ماينس اكس، سوري تعالى نكتب الاول فراكشن معلش، 12 ماينس اكس على الاكس، وندوس شيفت سولف. ومن هنا طلع لي يا باشا السي دي، طلع ان السي دي ده بكام؟ ب 5. امسح كل حاجه وتعالى نكتب على السي دي 5 اهو، الاكس اللي هي السي دي 5، انا همسح كل حاجه اهو، وتعالى نحط على دي كام؟ على دي 5. عرفت يا باشا ان الحته الصغنطوطه دي اللي انا عايزها دي 5. طب بالمناسبه ما هي لو دي 5 ودي كلها 12، ولو اني مش محتاجها بس ابقى عارف ان دي كام اللي متبقي اللي هو 7. طيب ناقصني اعرف ايه؟ ناقصني اعرف الحته دي بقى اللي هو البي السي اي. ليه؟ لان هو عايز ده كله، عايز البي اي كلها. طيب نعرفها منين ده يا مستر؟ عادي يعني هعمل اكستيريور باي سيكتور، علم على الاكستيريور باي سيكتور. ادي المثلث اهو، شايف المثلث الحلو ده؟ اه ماله بقى المثلث ده؟ المثلث ده جت الزاويه ايه مقسومه فيه اكسترنالي اهو. بص بص شايف كيف كده الزاويه ايه مقسومه فيه اكسترنالي؟ تمام. يبقى يلا نعمل الريشيو. هنقوم عاملين ايه؟ هعمل 14 على 10 ايكوال ايه يا حبايبي؟ من اول البي لحد الباي سيكتور اللي هو البي اي كله، انا ما اعرفش البي اي كله بكام، اوفر الحته دي اوفر سي. طب ما دي برضو ما اعرفهاش، تقول لي طب وهنحل المشكله دي ازاي؟ تعال نسمي دي اكس. هو البي اي كله نقدر نكتبه ايه؟ نقدر نكتبه 12 بلس اكس. تمام، نكتب ده 12 بلس اكس اوفر السي اي اللي هو الاكس. طب ومن هنا؟ يلا يا مستر طلع الاكس، تعالى معايا كده نطلع الاكس اهو. بص كده تعالى نبص، يبقى 14 على 10 ايكوال، انا اللي قبلها كانت بالماين. شوف سبحان الله، انا قررت ما امسحهاش عشان يعني ايه اعملها تطلع كده بالحب كده، يعني نصاحه نصاحه. وندوس ايكوال تطلع ب 30، يعني شايف الاكس ده بكام؟ ده ب 30. طيب الحته دي ب 30 ودي ب 5، يبقى طول الاي دي كله بكام؟ ب 35. ماشي يا حبايبي. اللي بعده، اللي بعده عندي حاجه زي كده في انتيريور واكستيريور باي سيكتور، طلبات حضرته عايز الاكس. طيب تقول لي هنعمل ايه يا مستر؟ عادي هشتغل مره انتيريور ومره اكستيريور. بص معايا كده، تعالى نشتغل على الانتيريور باي سيكتور اهو. مش انا عارف يا حبايبي ان المفروض البي سي اللي هو ده على ده على البي اي مش المفروض ايكوال 3 على اكس؟ تمام، بروز واركنها على جنب. طب تعالى ركز معايا في الاكستيريور باي سيكتور. فين الاكستيريور باي سيكتور؟ ادي المثلث اهو، شايف المثلث ده؟ اه
هاخد البي سي على البي اي، وده الباي سيكتور، ركز بقى، ده الباي سيكتور اهو. تمام، البي سي نفس البي سي على البي اي، نفس الريشيو اهو، بي سي على بي اي ايكوال من اول السي لحد الباي سيكتور اللي هو كام بقى 3 واكس و10 اللي هو 13 بلس اكس، على من اول الاي لحد الباي سيكتور اللي هو 10. ايه ده؟ طب مش نفس الريشيو دي هي نفس الريشيو دي؟ اه، يبقوا الاثنين دول كمان قد بعض. يعني قصدك ان 3 على اكس اللي هي الريشيو دي قد الريشيو دي؟ اه، ايكوال 13 بلس اكس على 10. طب ومن هنا اعمل شيفت صفر، طلع الاكس بتاعتك بالبتاعه دي كده، تطلع لك الاكس مع حضرتك بكام؟ تطلع ب 2. ماشي يا حبيبي. على فكره ممكن بقى واحد يقول لي بص بقول لك يا مستر بقى، سيبك الكلام الفاضي ده بقى، نشتغل بطريقه الحب. ايه الحب ده؟ يعني بص كده معايا، دي ب 3، بص شكلها عامل دي شكلها اصغر شويه 2، وشكلها مش 1. فانت طبعا انت شغل الكفته ده انت يعني ايه بينرفز، بس يعني هو للاسف بيطلع صح. هو واحد ناصح شويه عمال يعمل لي ودي شكلها مش 4، شكلها مش عارف ايه، شكلها مش يقعد بقى يعمل لي شكلها ومش شكلها، وفي الاخر بتطلع صح، وده اللي ينقط يعني. فماشي، طيب نيجي لنمبر 30. المره دي مديني ثلاث حاجات قد بعض، ما دام مديني ثلاث حاجات قد بعض تعالى نسمي كل واحده منهم اكس. ثلاثه قد بعض، طيب طلبات حضرته عايز السي اف. طيب علم معايا على المثلث فين الباي سيكتور، اهو المثلث ده هعلم عليه ليه. الزاويه سي بتتقسم الاكسترنال بتاعها. طيب هنقوم قايلين ايه؟ ده على ده ال12 على السي اف، شايف ال12 على السي اف اهو، من اول البي لحد الباي سيكتور اللي هم كام؟ 3 اكس، على مش انا قلت السي اف اه، من اول الاف لحد الباي سيكتور على اكس. طبعا شيل الاكس مع الاكس طلع السي اف ولا لا، طبعا دي كانها اوفر 1 يعني، صح؟ شلنا ال 3 على 1، يبقى 12 تايمز 1 ديفايد 3 يطلع الاكس، سوري السي اف ده يطلع ب 4. طب هل هو عايز السي اف؟ ايوه هو عايز السي اف، يبقى بكام؟ يبقى ب 4. اللي بعده المساله رقم 31. 31 المره دي مدي لحضرتك زاويه ب 90 كده. طب هي دي تفيدك في ايه؟ تقول لي ده ايه ده؟ طب ما هو ما دام الزاويه دي ب 90 يبقوا الاثنين دول كمان قد بعض. مش احنا قلنا امتى بتبقى ب 90؟ اللي ما بين انترنال واكسترنال باي سيكتور. اه، وبعدين بيقول لي ان طول البي سي 4، حلو، طول السي دي ب 3، كلام محترم. المره دي هو عايز ايه؟ عايز ريشو ما بين البي اي والدي اي. طب واحد يقول لي ايه ده؟ طب استنى استنى استنى، تعالى نمسكها واحده واحده. شايف المثلث ده؟ اه، في انترنال باي سيكتور اهو، ماشي. مش الريشو ما بين ده وده 4 تو 3؟ اه، يبقى الريشيو ما بين ده وده كام؟ 4 تو 3. مش احنا عارفين ده على ده ايكوال ده على ده؟ تمام، بس خلي بالك الارقام اللي انا كاتبها بالاخضر دي 4 و 3 دي ريشيوز. تمام، يعني الارقام دي تعالى نمسح كده كل ده اهو، الريشيو ما بين ده وده 4 تو 3. حلو قوي، انا لسه عارف ان ده باي سيكتور هو كمان ولا لا؟ طبعا عشان الزاويه دي 90. تمام، طب ما تيجي نعمل الاكسترنال باي سيكتور اهو. فين المثلث يا مستر؟ علم عليه المثلث اهو. المثلث ده بيتقسم اكسترنال، يبقى نفس ال 4 على 3، نفس ده على ده، 4 على 3 ايكوال من اول البي لحد الباي سيكتور اللي هو البي اي اوفر من اول الدي لحد الاي، وعلى فكره ده اللي هو عايزه، عايز بي اي على دي اي، يبقى 4 على 3. ماشي؟ طيب اللي بعده، اللي بعده بيقول لحضرتك ميجر اوف انجل 1 ب 36، وبيقول لي ان الاثنين دول واحد انترنال وواحد اكسترنال باي سيكتور. تقول لي ايه ده؟ استنى استنى استنى، هو اللي قايل لي ان ده كده انترنال باي سيكتور، وقايل لي ان ده كده اكسترنال باي سيكتور. اه، هو اللي قايل اهو الاي دي والاي اي ار ذا انتيريور اند اكستيريور باي سيكتور ريسبكتفلي. تقول لي طب ما خلاص يبقى الزاويه دي 90، مظبوط صح ولا لا؟ طبعا. طب هو بيقول لي ان الزاويه 1 ب 36، يبقى اللي جنبها بكام؟ ما هو ده باي سيكتور ب 36، يعني دي 36 ودي 36. انت معايا كده لحد دلوقتي؟ تقول لي يبقى دي كام؟ ما يخلي بالك الاثنين دول برضو قد بعض. تقول لي اجيبها ازاي؟ ما دي 90 اه، ودي 36 ودي 36، يبقى انا هعمل 90 minus 36 عشان اجيب الزاويه اللي جنبها. 90 minus 36 اهو، 90 minus 36، جبت الزاويه دي طلعت 54. ولو دي 54 يبقى الزاويه 2 كمان بكام؟ ب 54. اه تمام، عرفنا كده. طيب اللي بعده، ركز معايا بقى، ابوس ايدك هنا بقى، تقدر تاخد ريست شويه كده وتجيلي بقى. ليه بقى؟ فاكر الحته اللي انا قلت لك عليها في الدرس الثالث في يونت 1 اللي بقول لك ما كانش بيجي عليها اسئله، بس هنشوفها في اليونت الثانيه، هنشوفها في اهو اليونت الثانيه جت يا اخويا. ركز بقى معايا، بص ايدك بقى. بص يا باشا، اللعب ده هيجي كتير قوي بقى في الاسئله اللي جايه.
المره دي الراجل بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي مثلث وفي انتيريور بايسكتور بالمنظر ده، ده وده ريشيو ما بينهم 4 to 5. تقول لي طب ما خلاص الريشيو ما بين ده وده كام؟ 4 to 5 ريشيو، حلو قوي. طب هو عايز الريشيو ما بين ايه؟ ما بين الاريا بتاعت ده والاريا بتاعت ده. يجي واحد يقول لي سهل، هعمل باور 2 4 اوفر 5 بس اعملها باور 2 يبقى الاجابه دي. اقول له انت البست كده يا باشا. هو انا امتى كنت بعمل باور 2؟ كنت بعمل باور 2 في حاله ان هم سيميلر. دول مش سيميلر. تقول لي امال بنعمل ايه يا مستر؟ دول ليهم نفس الهايت، مشتركين في الهايت. المثلثين دول الكلام ده في غايه في الاهميه. المثلثين دول اهو، المثلث اللي عامل كده مثلا ومثلث عامل كده، ده 5 وده، انا طبعا رسم اي هبل كده وخلاص. ايه الاريا بتاعت ده؟ هاف تايمز بيز تايمز هايت، اهو الهايت في اي داهيه اهو. طب والمثلث ده هاف تايمز بيز تايمز نفس الهايت، الهايت والهايت هيشيلوا بعض، انا بجيب ريشيو والهاف هيشيل هاف، يبقى الريشيو بتوين ذير ارياز هي الريشيو بتوين ذير بيزز. ماشي؟ يعني انا عايز الريشيو ما بين الاريا بتاعت اللي الجزء اللي على اليمين ده وبعدين الجزء اللي على الشمال، يبقى الريشيو ما بينهم كام؟ 4 to 5. رقم سي يا باشا، الحته دي مهمه. فاكر واحنا بنشرح الدرس الثالث قلت لك مش هتشوفها دلوقتي، هتشوفها بعد كده. اهو جه بقى وقتها. تقول لي امال ما حطوهاش ليه بقى بعد ما انت ما كنتش تعرف الانجل بايسكتور؟ يعني ما تقلقش، عادي يعني، عادي. ماشي؟ طيب اللي بعده ده 10 وده 15. طيب يبقى الريشيو ما بين ده وده 10 to 15، صح ولا لا؟ تمام. الراجل قام بيقول لي ايه؟ بيقول لي الاريا الحقيقيه بتاعت مثلث اي بي سي كله، شايف المثلث اللي اسمه اي بي سي كله، الاريا بتاعته كله ب 75. يبقى اريا ده بس بكام؟ تقول لي استنى، الريشيو بتوين ذير ارياز 10 to 15. الصم كله بكام؟ 10 بلس 15 ب 25، والصم كله الاريا كلها بكام؟ ب 75. اقدر اجيب اريا ده واقدر اجيب اريا ده، طبعا ده تايمز ده اوفر ده، يطلع ان اريد ده 30 وده تايمز ده اوفر ده يطلع ان اريد ده 45. فعلا 30 و 45 يطلع ان كل ده 75. طب هو عايز اني واحد؟ عايز الاي بي دي اللي هو 30. الكلام ده مهم يا اولاد. اللي بعده الراجل مديني بيقول لي اي سي ماينس اي بي، شايف ده ماينس ده الحقيقيين ب 6. طب استنى، هم الريشيو ما بينهم كام تو كام؟ مش ده 10 وده 6 وده 10؟ يبقى الريشيو ما بينهم 6 تو 10. بس خلي بالك دي ريشيو مش ارقام حقيقيه، مش ارقام حقيقيه. طيب هو بيقول لي ايه؟ اهو ده 10 وده 6. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي الديفرنس ما بين ال 10 وال 6 ده الحقيقي ب 6 سنتيمتر. طب ما تيجي نعمل حاجه اسمها ديفرنس. الديفرنس بتاعهم 10 ماينس 6 بكام؟ ب 4. بس الديفرنس الحقيقي بكام؟ ب 6. اقدر اجيب اللي هو ده الاي سي واقدر اجيب اللي هو ده اللي هو الاي بي، طبعا ده تايمز ده اوفر ده 10 تايمز 6 ديفايدد 4. 10 تايمز 6 ديفايدد 4 يطلع الكلام ده معايا ب 15 الحقيقي، وده تايمز ده اوفر ده يطلع ده معايا ب 9. يعني انا عرفت ان طول ده الحقيقي 15 وطول ده الحقيقي 9. طب هو عايز ايه؟ عايز الاي سي اللي هو طوله كام؟ اللي هو طوله 15. ماشي حبايبي. اللي بعده مسائل حلوه. طيب المره دي مديني ايه؟ بيقول لي ان الاي بي تايمز الاي سي ده تايمز ده ب 8، وبيقول لي ان ده تايمز ده ب 4. طلباته عايز اللي في النص ده. طب معلش، هو اللي في النص ده كنت بجيبه ازاي؟ كنت بعمل سكوير روت دول تايمز بعض، اللي هي الريشيو، مش اي بي على اي سي ايكوال بي دي على سي دي. كنت بعمل ايه؟ بعمل روت واعمل دول تايمز بعض، اللي هو اي بي تايمز اي سي اللي اوريدي عندي على فكره اللي هي ب 8 ماينس دول تايمز بعض البي دي تايمز السي دي اللي هي برده عندي اللي هو مديهاني 4. يعني انا هعمل روت 8 ماينس 4. ايوه 8 4 ب 4، وروت ال 4 بكام؟ ب 2. ماشي يا حبايبي، دي كانت رقم كام؟ رقم 36. اللي بعده مديني ده ب 2 وده ب 4 وده ب 10 وده بايسكتور. الموضوع سهل خالص. اول حاجه اقول ده اوفر ده ايكوال ده اوفر ده. تعال نجيب الاي بي، يعني اي بي على 10 ده اوفر ده ايكوال 2 على 4. من هنا هات يا باشا الاي بي، يطلع الاي بي طوله كام؟ طوله 5. عرفنا طول الاي بي. هل هو طالب الاي بي؟ لا لا لا، ده طالب الاي دي. طب ما هو الاي دي عباره عن سكوير روت دول تايمز بعض ماينس دول تايمز بعض، صح؟ اللي هم الريشيو دي تايمز بعض ماينس الريشيو دول تايمز بعض، يعني 5 تايمز 10 ماينس 2 تايمز 4. بس كده. حط يا باشا على الاله الحاسبه وطلع اجابه حضرتك، تطلع الاجابه معاك روت 42. اللي بعده
ده 6 وده 8 وده 3، اوتوماتيك اقدر اجيب ده، ده اوفر ده ايكوال ده اوفر ده، 6 على 8 ايكوال 3 على السي دي، من هنا هات السي دي، يطلع السي دي ب4. حلو قوي، عرفنا ان ده 4. طلباته عايز الاي دي، طب ما هو الاي دي ده عباره عن روت، دول تايمز بعض 6 تايمز 8 ماينس 3 تايمز 4. واوعى تعمل سمبليفاي، يعني ما تقولش 6 اوفر 8 اللي هي كام على كام، لا خد نفس الارقام، لازم الارقام تكون كلها بالسنتيمتر. حلو قوي، واحسب الحسبه ديت. فهنعمل روت 6 تايمز 8 ماينس 3 على 4، هتطلع الاجابه معانا ب 6. اللي بعده، اللي بعده نمسح الكلام ده. اللي بعده واحد يقول لي ده 5 وده 4، اوكي يبقى الريشيو ما بين ده وده، ده 4 وده 5. بس خلي بالك اللي انا كاتبه بالاخضر ده، دي ارقام مش حقيقيه. تقول لي عرفت منين يا مستر ارقام مش حقيقيه؟ دي ريشيو. طب تمام، وبعدين هو مديني البريمتر الحقيقي بتاع مثلث اي بي سي، شايف المثلث اللي اسمه اي بي سي ده الحقيقي ب 27. تقول لي طب استنى 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 استنى، تعالى نمسك ال 27 ده نطلع ال 9 دي بره الحدوته، يبقى الاي بي والبي سي دول مش الريشيو ما بينهم 4 تو 5؟ اه. طب هو مش البريمتر عباره عن ده بلس ده بلس ده؟ اه. الثلاثه دول بلس بعض ب 27، طب الاثنين دول بس بلس بعض بكام؟ هعمل 27 اشيل منها 9، اعمل كده 27 ماينس 9 يطلع 18، يعني مجموع الاثنين دول 4 بلس 5 اللي هو 9 مجموعهم الحقيقي بكام؟ ب 18. اه الاثنين دول على بعض ب 18، اقدر بقى اجيب كل واحد منهم الحقيقي طبعا، 4 تايمز 18 ديفايدد 9 يطلع 8، ده طوله الحقيقي 8، وده تايمز ده اوفر ده، ده طول الحقيقي 10. لو عايز تتاكد كده اعمل 8 بلس 10 بلس 9 يطلع فعلا 27، ودي الاطوال الحقيقيه. طب هو عايز ايه؟ ركز معايا، انا جبت الطول الحقيقي بتاع ده 10 والطول الحقيقي بتاع ده 8، تعالى بقى نمسح كل حاجه. طلباته هو عايز ايه؟ لا ده هو عايز اللي في النص، عايز البي دي. طب ما هو البي دي ده عباره عن سكوير روت، سكوير روت صح؟ نعمل دول تايمز بعض 8 تايمز 10 ماينس ال 5 تايمز ال 4، صح ولا لا؟ بس كده يا باشا، وحط على آلتك الحاسبه تطلع الاجابه سي. الموضوع سهل ازاي؟ الموضوع سهل على فكره، مش صعب خالص خالص. اللي بعده، اللي بعده المره دي هو اللي مديني اللي في النص ده. خلي بالك الريشيو ما بين ده وده كام؟ الحته دي حلوه بقى، الريشيو ما بين ده وده كام؟ 3 تو 4، يبقى الريشيو ما بين ده وده 3 تو 4. بس خلي بالك هو ريشيو، يعني ممكن ده يبقى 30 ممكن ده يبقى 40 ممكن ده يبقى 6 الدبل وده الدبل، انا ما اعرفش. تقول لي طيب اعرفها ازاي؟ هسمي ده 3 اكس وده 4 اكس، انا ما اعرفش صح؟ ايه الاكس ده اللي هو اللي انا بعمله تايمز لي؟ وبعدين المره دي انا اللي عندي اللي في النص ده يا ولاد. طب هو ال 6 ده كنت بجيبه ازاي؟ معلش كنت بعمل سكوير روت وكنت بعمل دول تايمز بعض، ال 3 اكس تايمز ال 4 اكس ماينس دول تايمز بعض. 3 تايمز 4 بكام؟ ب 12. كلام محترم جدا جدا جدا. طيب يعني 6 ايكوال سكوير روت 3 اكس تايمز 4 اكس تبقى 12 اكس باور 2 ماينس 12. وبعدين عايز تعملها على شيفت سولف صح؟ من هنا وتطلع الاكس ده صح جدا، او اعمل باور 2 للناحيتين، باور 2 هنا وباور 2 هنا، الباور 2 هنا تبقى 6 تتحول ل 36، الباور 2 هنا هشيل الروت يبقى 12 اكس باور 2 ماينس 12. يلا ودي لي ال 12 هناك بالبلس، يعني 12 اكس باور 2 ايكوال 36 بلس 12 ب 48، يعني الاكس باور 2 نزل ال 12 بالديفايد ب 4، يعني الاكس ببوزيتيف اور نيجاتيف 2، طبعا مفيش نيجاتيف يعني الاكس ب 2، يعني معنى كده السايد ده 3x يعني 3 تايمز 2 طلع طول الحقيقي كام؟ طوله 6. طب والسايد ده اسمه 4x 4 تايمز 2 طلع طول الحقيقي كام؟ طول الحقيقي 8، يبقى السايد ده ب 8. عرفت القصه والحدوته كلها؟ اتمنى طبعا انها تكون ايه؟ انها تكون واضحه. اللي بعده، اللي بعده هنا بيقول لي طول ال AE عايز يجيبه بكام؟ تقول لي ماشي، اول حاجه تعالى نعلم على المثلث بتاعنا اللي فيه بايسكتور اهو. الزاوية دي كده بتتقسم اكسترنالي من بره، اوكي؟ طيب تعالى نكتب الريشيو، مش انا عارف ان المفروض الـ AB على الـ AC ده على ده ايكوال من الـ B لحد البايسكتور اللي هو كام؟ من الـ B لحد البايسكتور اللي هو 16، اوفر من الـ C لحد البايسكتور اوفر 12، اه. طب معلش الـ AC ده بكام؟ احنا لسه قايلين بـ 9، يعني الـ AB على الـ AC، الـ AB على الـ 9 ايكوال من اول البي لحد البايسكتور اللي هو 16 على 12. من هنا تعال نطلع الاي بي ده تايمز ده اوفر ده، تعال نطلعه كده، نعمل 9 تايمز 16
وبعدين divided by 12 يطلع ب 12. عرفنا ان الاي بي ده بكام. تعالى نمسح بقى الكلام ده كده ونكتب على الاي بي ده، ده ب 12 سنتيمتر. كلام محترم جدا 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 جدا. عرفنا ان ده كده ب 12. طب وبعدين الراجل عايز ايه يا حبايبي؟ عايز الاي اي. تقول لي طب ما هو عادي، ما خلاص ما انا عارف عشان اجيب البايسيكتور نفسه كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل سكوير روت الاي بي ده ب 12. خلاص الاي بي ب 12 اعمل سكوير روت الكبار ماينس الصغيرين. فين الكبار؟ الكبار اللي هم دول 16 تايمز 12 ماينس الريشوز 12 تايمز 9. بس كده بس كده، انت فاهم كده عملت ايه؟ حطها على الحاسب وخلاص كده. خلاص كده يا عم تطلع الاجابه مع حضرتك ب 2 روت 21. اللي بعده اللي بعده الراجل عايز يعرف طول الاي دي. تقول لي نفس الكلام نفس الحاجه بالظبط، هعمل ده على ده 5x بلس 2 على 9 ايكوال ده على ده ايكوال من اول البي لحد البايسيكتور اللي هي 20 على من اول السي لحد البايسيكتور اللي هي 15. من هنا طلع الاكس. تعالى يلا نطلع الاكس، تعالى نطلع الاكس. يبقى انا هقوم عامل فراكشن كده وكاتب 5 الفا اكس بلس 2 الكلام ده على 9 ايكوال. خلي بالك انا الاكس ده انا ممكن اسمي دي كلها على بعض واي، انا مش محتاج اسان الاكس في حاجه. ايكوال ال 20 على ال 15. يلا بينا كده وندوس شيفت سولف. من هنا قام قايل لي الاكس ب 2. خلي بالك الاكس ب 2 يبقى السايد ده بكام؟ 5 تايمز 2 بلس 2 يعني السايد ده ب 12. شايف السايد ده بكام؟ اقدر اشيل بقى كل الهبل ده احط مكان السايد ده كام؟ 12. فانا عرفت ان السايد ده ب 12 يا مستر. طب وبعدين؟ هو عايز البايسيكتور الاي دي. بجيب البايسيكتور ده نفسه ازاي؟ سكوير روت الريشيو الكبيره ماينس الصغيره. دول 20 تايمز 15 ماينس 12 تايمز 9. ومبروك عليك يا باشا المساله. يبقى انا هعمل سكوير روت دلوقتي واقوم كاتب 20 تايمز سوري 20 تايمز 15 ماينس 12 تايمز 9 وندوس ايكوال تطلع ب 8 روت 3 اللي هي الاجابه رقم كام؟ اللي هي رقم دي. ماشي حبايبي. اللي بعده اللي بعده المره دي عايز طول الدي اي. خلي بالك الدي اي ده تقدر تجيبه في ثواني. ازاي؟ شايف المثلث ده؟ ماله بقى؟ رايت انجل ترينجل. تقول لي ايه ده؟ انت عرفت منين؟ ايوه ما هي الزاويه دي ب 90. تقول لي ده 3 وده 4 يبقى ده كام؟ 5. خلصت المساله. ايه ده؟ ثانية كده. معلش هي مش الاختيار مش باين هنا، معلش مش باين لك غير اتنين بس دي 5 يعني اللي هي رقم سي. ماشي معلش انا ساعات بس ايه ما بعملش حسابي ان الحتة دي مش هتطلع في الفيديو. ماشي رقم 44. ايه ده انت شكلك تعبت يا مستر. يا ابني والله والله تعبت تعبت. معلش معلش يلا اجمد كده يا مستر انشف يا مستر ما تقلقش. اسد اسد واقف اهو. ماشي ماشي يلا بينا يلا بينا. رقم 44 بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي انا عندي بايسيكتور مبدئيا. تعالى ده واضح انه اكسترنال بايسيكتور. تعالى كده نعلم على المثلث بتاعنا اهو، علمنا على المثلث وبعدين يلا نعمل الريشو. تقول لي وبعدين مش المفروض ده على ده ايكوال من اول البي لحد البايسيكتور اوفر من اول السي لحد البايسيكتور؟ مظبوط. تقول لي بس انا عندي مشكله، انا ما اعرفش لا ده بكام ولا اعرف ده بكام. ما عنديش اي فكره. هو مديني طول البايسيكتور نفسه. خلي بالك الراجل مديني ايه يا اولاد؟ مديني طول البايسيكتور نفسه. تقول لي طيب ممكن نتصرف ازاي ولا ممكن نعمل ايه بقى في الحاله دي؟ ممكن ايه اللي يخلينا نتصرف؟ لا الموضوع سهل. تعالى كده واحده واحده نكتب الريشيو بتاعتنا الاول. احنا عارفين ان 6 على 3 ركز معايا كده 6 على 3 اهو 6 على 3 ايكوال من اول البي لحد البايسيكتور البي دي على السي دي. 6 على 3 اللي هي 2 تو 1 سوري 2 تو 1 يعني 1 6 1 3 يعني قده مرتين. تقول لي يعني معنى كده ان ده كله 2 والحته دي 1؟ يعني دي كمان كام؟ 1. ايه ده؟ يعني معنى كده السي مالها في الحاله دي بس ميد بوينت. يعني الاثنين دول ايكوال. السي طلعت ايه يا اولاد؟ ميد بوينت. يعني معنى كده اقدر اسمي ده يا حبايبي اكس وده كمان قده اكس. دي ميد بوينت يا مستر. تقول لي تمام يبقى انا اقدر اقول 6 على 3 ايكوال اهو 6 على 3 ايكوال 2 اكس على اكس اللي هي شيل ده مع ده صح؟ يعني شيل ده على ده تطلع 2 تو 1 دي الريشيو ما بينهم 2 تو 1 او تعالى نسميها 2 اكس واكس مش فارق معايا 2 اكس على اكس سيبها كده. طب السؤال بقى هو انا ازاي كنت بجيب ال 3 روت 6 ده؟ كنت بجيبه ازاي؟ كنت بعمل سكوير روت الريشيو الكبيره 2 اكس
تايمز اكس ماينس الريشيو الصغيره. في واحد يقول لي عرفت منين دي كبير؟ ايوه ما هو في الاكسترنال بايسيكتور اللي تحت ده بيبقى هو الكبير الريشيو دي صح؟ ماينس 6 تايمز 3. يلا من هنا طلع الاكس. ايه الاكس ده؟ اللي هو السايد ده. تمام. ومن هنا تطلع الاكس بتاعت حضرتك تطلع. ولا تعال نعمل باور 2 للناحيتين. يلا كده تعال نعمل باي سكويرنج بوث سايدز. نعمل ال 3 روت 6 الاول دي باور 2 3 روت 6 ونعمل لها باور 2 يطلع ب 54. دي كده ب 54 ايكوال الباور 2 هيشيل الروت تبقى 2 اكس تايمز اكس باكس باور 2 و 6 تايمز 3 ب 18. ودي ال 18 هناك يعني 2 اكس باور 2 ايكوال 54 بلس 18. طيب 54 بلس 18 يطلع ب 72. بعدين ننزل ال 2 بالديفايد يعني اكس باور 2 ب 36 يعني الاكس روت الكلام ده يطلع ب 6. ماشي يا حبايبي. المساله اللي بعدها رقم 45 مديني ان دي رايت انجل. اوكي فين المثلث اللي فيه بايسيكتور؟ اهو ده المثلث اللي فيه البايسيكتور. طيب وبعدين نقوم قايلين ايه دلوقتي؟ تقول لي خلاص انا اقدر اقول ان اي سي اوفر اي بي السؤال ده حلو ايكوال من اول ده لحد البايسيكتور صح؟ اي سي على اي بي من اول السي لحد الدي اللي هو بكام يا اولاد؟ اللي هو بكام الريشيو بتاعته؟ اللي هو بي 20 على من اول البي لحد الواي سيكتور على 12 صح ولا لا؟ 20 على 12 بالمناسبه في السمبلست فورم اعمل كده ديفايدد 2 ديفايدد 2 تبقى 10 على 6. ولا كنا ممكن نعمل ديفايدد 2 ديفايدد 2 تاني ديفايدد 2 تبقى 5 على 3. يعني الريشيو ما بين الاي سي ده 5 سوري الاي سي اه ده 5 وده 3. بس خلي بالك الارقام اللي انا كاتبها بالريشيو دي يا اولاد اللي انا كاتبها بالاسود ريشيو يعني مش ارقام حقيقيه. طب هو عايز ايه؟ هو عايز طول الاي دي. تقول لي طب خلاص هسمي دي 5x ودي 3x صح ولا لا؟ طيب ونعمل الريشيو بتاعتنا يعني 5x على 3x مش دي ريشيو ده على ده قلنا ايكوال كام؟ ده على ده صح؟ ده الحقيقي اللي هو 20 على ال 12. ونعمل عشان نجيب الاي دي نعمل سكوير روت. نعمل سكوير روت ناخد الريشيو الكبيره انهي واحده الكبيره اللي تحت في الاكسترنال بايسيكتور اللي هي اللي تحت اللي هي 20 تايمز ال 12 ماينس ال 5x تايمز ال 3x. المشكله دلوقتي انا عندي مشكله الاكس دي بكام؟ ما انا ما اعرفش. اقول لك لا انت تعرف تجيب الاكس دي اصلا ومش محتاج تطلع الكلام ده. انت تقدر تعرف السايد ده الحقيقي بكام وده بكام. تقول لي منين؟ من البايثاغورس. خلي بالك الريشيو ما بين ده وده 5 تو 3 يعني بالريشيو لو ده 5 وده 3 يبقى ده كام؟ 4 صح؟ 3 4 5 بس ده الحقيقي بتاعه ب 8 اتضرب في 2 يبقى ده الحقيقي بتاعه كام؟ 10 وده الحقيقي بتاعه كام؟ 6. يعني قصدك ان السايد بدل بقى 5x و 3x لا 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 ده السايد ابو 5 ده طلع 10 والسايد ابو 3x ده طلع 6. يبقى انا عشان اجيب الاي دي هعمل سكوير روت 20 تايمز 12 ماينس 10 تايمز 6 بس كده. يعني هعمل سكوير روت 20 تايمز 12 واحسبها ماينس 10 تايمز 6. 20 تايمز 12 ب 240 ماينس 60 يطلع 180. نعمل لها روت تطلع معايا بكام بقى؟ تطلع مع حضرتك برقم سي اللي هي 6 روت 5. ماشي يا حبايبي. اتمنى ان الكلام ده يكون واضح. استاذنك امسح ده اللي بعده. هانت خلاص اهي اللي بعده. الراجل عايز الريشيو ما بين اي اي واي سي. خلي بالك ده اوفر ده ايكوال ده اوفر ده يعني المفروض اي دي على دي بي مش موجوده في الاختيارات. تقول لي طيب نفكر في حاجه مختلفه. ايه طيب الحاجة المختلفة اللي ممكن نبتدي نفكر فيها؟ أقول له ماشي تعالى كده أقول لك ما هو نفس الـ AD. ركز معايا كده يعني أنا عارف إن اللي هو عايزه ده إيكوال ده على ده إيكوال AD على DB بس المشكلة إن ده مش عندي في الاختيارات. الـ AD على الـ DB مش عندي. بس أنت عندك إن دي بايسيكتور مش أنت لو عندك بايسيكتور كده لو عندك مش المفروض ده على ده. أنا ابتديت بده أهو ده على ده إيكوال ده على ده ايكوال السي اي على السي بي صح؟ من خواص البايسيكتور. تقول لي يعني انا هقوم قايل له ايكوال السي اي على السي بي اللي هو فين؟ اللي هو دي رقم سي. ماشي يا حبيبي. يبقى تاني انا قلت ده على ده ايكوال ده على ده. الاجابه اللي انا عايزها
هي اي دي على دي بي. نجيبها منين؟ ما هي نفس الاي دي على دي بي من خواص البايسكتور، ده البايسكتور اهو ايكوال ايه؟ ايكوال سي اي على السي بي. ودي كانت الاجابه بتاعتنا. المساله اللي بعدها رقم 47 بيقول لي ال دي اف على الاف سي، الاثنين دول اوفر بعض. مبدئيا الاثنين دول اوفر بعض ايكوال نفس الاثنين دول اوفر بعض، صح؟ طب ما هو نفس الاثنين دول اوفر بعض ايكوال كام على كام؟ ما هو ده بايسكتور ايكوال 6 تو 8. مش الريشيو ما بين ده وده 6 تو 8؟ اه، يبقى الريشيو ما بين ده وده كام؟ 6 تو 8. اه، و 6 تو 8 في السمبلست فورم اعمل ديفايد 2 ديفايد 2 تبقى 3 6 اوفر 8، اعمل ديفايد 2 ديفايد 2 تبقى 3 على 4 اللي هي رقم كام؟ رقم دي. بص الفكره دي بتتكرر كتير قوي. اللي بعده هنا 4 و 6، طب ما لو دي 4 تو 6 يبقى الريشيو ما بين دي ودي 4 تو 6. طب ما دول بارلي يبقى الريشيو ما بين ده وده 4 تو 6. طب هو عايز ايه؟ عايز الاي اف على السي دي. يجي واحد يقول لي 4 تو 6 هشتمك. ده ايه ده بقى؟ ده انا خدت البيزز، قلنا لازم اخد سايت كامل على سايت كامل، يعني 4 على كام بقى يا حنين؟ على 10. اه 4 على 10 في السمبلست فورم اعمل ديفايد 2 ديفايد 2 تبقى 2 على 5. اللي بعده الراجل بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الاي سي ايكوال 3 اي دي. معنى كده اي سي على اي دي ايكوال كام على كام؟ 3 تو 1. تعال نحط الكلام ده على الرسم. شايف الاي سي ده ايكوال بالنسبه للاي دي الريشيو ما بينهم الاي سي كله 3 والاي دي 1. تقول لي يعني ده كله 3 وده كله 1؟ اه، يعني لو ده 1 ده 2. طب ما تيجي نكتبها كده احلى كده اشيك، نكتب ان دي 2 ودي 1، صح كده؟ ماشي، كلام محترم. طب ما خلي بالك نفس الريشيو ما بين دول، مش لو انت عندك مثلثين حاجه عامله كده اهو وحاجه عامله كده ودول بارلل، شايف المثلث ده والمثلث ده؟ اه سيميلر. ليه سيميلر؟ في حرف زد اهو وفيرتيكلي اوبوزيت انجل. اه الريشيو ما بين الاثنين سايدز اللي هنا دول اللي هو 2 تو 1 يبقى نفس الريشيو ما بين ده وده كام؟ 2 تو 1، صح؟ اه، يعني انا فهمت دلوقتي ان الريشيو ما بين السايد اللي هنا ده اللي هو البي دي ده وده برضو 2 تو 1 اهو 2 تو 1 عشان دول 2 تو 1. كلام محترم. طب هو عايز ايه؟ عايز الريشيو بقى، انسى كل حاجه وركز لي في البايسكتور اهو، ادي البايسكتور اهو. مش الريشيو ما بين ده وده 2 تو 1؟ اه، يبقى الريشيو ما بين ده وده 2 تو 1. اه الاي بي والاي اي 2 تو 1، تمام. شفت الموضوع ايه؟ الموضوع سهل على فكره، يعني ما فيهوش اي حاجه. طب اللي بعده هنا عامل لي ايه؟ عامل لي ان ده 9 وده الاثنين دول قد بعض. تعال نسمي دي اكس ودي اكس. طيب انا عارف ان 9 على اكس ده اوفر ده ايكوال، مش انا ابتديت بال 9 ايكوال الاكس على ال 4. طب من هنا هات الاكس، تطلع الاكس ب 6، يعني ده طوله حقيقي 6 وده طوله حقيقي 6 على طول كده. شوف ده على ده ايكوال ده على ده، جبت ده. طب وبعدين هو عايز ايه؟ عايز طول الاي دي. تقول لي طب ما هو مش امسك بقى معايا البارلل لاينز، شايف الخطين البارلل دول؟ اه، مش انا عارف ان ده اوفر ده ايكوال ده اوفر ده، صح؟ سوري، ايكوال ده اوفر اللي هو ده. طب هو عايز الاي دي، تعال نسمي ده اكس، يبقى الحته دي اسمها ايه؟ 15 ماينس اكس. اه يعني قصدك 4 على 6 ايكوال 15 ماينس اكس على الاكس. اه 15 ماينس اكس على الاكس. هو عايز الاي دي. من هنا اعمل شيفت سولف، طلع الاكس بتاعت حضرتك، تطلع الاجابه ب 9. سهله قوي، ماشي. اللي بعده، هل في حاجه تتعمل بالبايثاغورس قبل ما ابتدي احل؟ اه، المثلث الكبير كله ده 6 وده 8، يبقى بالبايثاغورس ده 10. كلام محترم جدا جدا جدا. خلي بالك ده طوله الحقيقي 10 سنتيمتر. تقول لي ماشي، بعدين يا مستر نقدر نعمل ايه؟ طلبات، هو عايز ايه اصلا؟ الراجل عايز طول الدي اي. خلي بالك الراجل عايز طول الدي اي. تقول لي طيب انا محتاج اعرف الريشيو ما بين دول كام تو كام؟ مش الريشيو ما بين، مش ده وده الريشيو ما بينهم 6 تو 10؟ اه، يبقى الريشيو ما بين ده وده كام؟ 6 تو 10. بس هل دي الاطوال الحقيقيه؟ لا دي ريشيو. طب ما تيجي نجيب الاطوال الحقيقيه، ادي 6 تو 10، الصم بتاعهم 6 بلس 10 16، بس الصم اللي انا شايفه ب 8. اقدر اجيب طول ده الحقيقي وطول ده الحقيقي؟ طبعا، ده تايمز ده اوفر ده وده تايمز ده اوفر ده، يطلع ان طول ده الحقيقي ب 3. جبت ال 3 دي منين؟ عملت 6 تايمز 8 ديفايدد 16، و 10 تايمز 8 ديفايدد 16 طلع ان ده 5، يعني طول ده 3 وطول ده 5، فعلا الريشيو ما بينهم اهي 6 تو 10 اللي هي 3 تو 5 ومجموعهم 8. كلام محترم جدا جدا جدا. تقول لي طيب وبعدين؟
هعمل ايه دلوقتي يا مستر؟ اقول لك الموضوع خلاص بقى تحول بقى لحاجه سهله بقى دلوقتي. انا عايز اجيب الجزء ده، انا عايز اجيب الجزء ده، ده اللي انا عايز اجيبه. تقول لي طب بص بص، انا ممكن اعمل حركه صايعه قوي، انا هجيب الاي دي كله طول الباي سيكتور وبعدين احاول اشيل منه الاي اي. اقول له ماشي، تعال نحاول كده نجيب الباي سيكتور. بنجيب الاي دي ازاي؟ تقول لي بعمل سكوير روت، باخد الاثنين دول تايمز بعض، ال6 تايمز ال10 ماينس الاثنين دول تايمز بعض، ال3 تايمز ال5. طب يلا كده تعال نحسب الكلام ده. سكوير روت، نعمل سكوير روت 6 تايمز 10 ماينس 3 تايمز 5 وندوس ايكوال، طلع بال3 روت 5. شايف كل ده كده طلع بكام يا حبايبي؟ كل ده ب 3 روت 5 كل ده. تقول لي ماشي، ناقصني دلوقتي اعرف ايه بقى دلوقتي؟ ناقصني اعرف الحته دي بس بكام. تقول لي طب ودي اجيبها منين؟ ان شاء الله عايز اشوف كده، يعني انا اقدر منين اعرف دي يا مستر بكام؟ بص يا سيدي، فاكر حضرتك اليوكليديان ثيرم؟ تقول لي اه، اللي هي كانت بتقول ايه؟ بتقول لحضرتك لو عندك رايت انجل ترانجل زي ده كده اهو، ونزلت منه بيربنديكولر، ده انا اقدر استخدم اليوكليديان. اه وده كله ب 3 روت 5 اقدر اجيب اي سايد انا عايزه. طبعا خلي بالك لو انا عايز اجيب البي اي ده اقدر اجيبه ازاي؟ فاكر البي اي الهايت ده كنت بعمل ايه؟ كنت باخد اللي في الجناب دول تايمز بعض. كنت عشان اجيب البي اي ده كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل 3 تايمز 6 ده تايمز ده اوفر ال 3 روت 5. انا كده جبت البي اي. تقول لي تمام، يعني البي اي ده عشان اجيبه، عشان اجيب البي اي مثلا دي طريقه من الطرق، هعمل 3 تايمز 6 واقسم الكلام ده على 3 روت 5 اهو اهو 3 تايم 6 وقسمت على 3 روت 5 ودوس ايكوال. طلع ده طول الايه؟ طول البي اي. بس هل هو عايز طول البي اي؟ لا لا لا، هو مش عايز البي اي، هو عايز الدي اي. تقول لي خلاص هعمل بايثاغورس روت ده باور 2 ماينس ده باور 2. بص بص، سكوير روت 3 باور 2 ماينس الاجابه اللي لسه طالعه لي دي باور 2 صح؟ هيطلع حاجه بالروت، المفروض حاجه بالديسمال. طلع بكام بقى؟ بال 3 اوفر 5 روت 5 اللي هو بكام؟ اللي هو رقم بي. ماشي يا حبايبي، يعني مسألة حلوة قوي وتقيلة شوية بصراحة، يعني دي ما اقدرش اقول عليها ان هي مسألة من المسائل السهلة، لا هي تقيلة شوية. المسألة رقم 52 مدي لحضرتك اتنين كده حاجتين قد بعض، وده كله رايت انجل تراينجل، وبيقول لي ان دي از ميد بوينت اوكي. وبعدين وبيقول لي الريشيو ما بين ده وده 4 تو 6، يبقى الريشيو ما بين ده وده 4 تو 6. بس خلي بالك دي ريشيو، اللي انا كاتبه بالبينك ده يا حبايبي دي ريشيو. حلو قوي، طب ما لو ده 4 بالريشيو ما ده برضو 4 قده بالريشيو صح ولا لا؟ ونفس الريشيو، لو ده 4 ده كمان 4. طب ما تيجي نعمل بايثاغوراس بنفس الريشيو ده 4 و 4، يعني ده 8 وده 6. طب ما تيجي نعمل بايثاغوراس ونجيب ده. هو هو محتاجه ولا مش محتاجه؟ هو مش محتاجه اظن، مش محتاجه. لا لا لا، ولا ممكن نعمله. تعالى كده نعمل روت، نعمل سكوير روت 8 باور 2 ماينس 6 باور 2، لان بعد كده هعمل يوكليديان بقى يطلع ب 2 روت 7 اهو. خلي بالك بنفس الريشيو دي، كل دي ريشيو. طيب واحد يقول لي ايه؟ طيب طب انا اعمل ايه يا مستر؟ انا هسمي ده يعني مثلا لو ده اسمه 6 اكس وده اسمه 4 اكس وده اسمه 4 اكس، ده 2 روت 7 اكس. معايا كده لحد دلوقتي؟ حلو قوي. تقول لي ماشي، وبعدين هل نقدر نعمل يوكليديان؟ تقول لي نقدر نعمل يوكليديان ولا ما نقدرش؟ ركز معايا في حاجه، انا لو عندي، انا عايز افرق لك كده ما بين حاجتين اتنين. لا مش يوكليديان، مش هعمل يوكليديان، انا مش محتاج اساسا اعمل يوكليديان، انا كان ممكن احلها بطريقه اسهل من كده بكتير. افكرك بحاجه يا حبايبي، لو انا عندي رايت انجل ترانجل اسمه اي بي سي، وجيت من من البي كده طلعت ميد بوينت، كنا بنستنتج ايه؟ ان اللي انا طلعته ده نص الهايبوتنس. يعني لو كل ده طوله 10 تلاقي كل ده بكام؟ ب 20. اه طب ما كل ده طوله 10 يبقى كل ده بكام؟ ب 20. ايه ده ايه ده ايه ده، استنى 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 استنى، ده انا عرفت الكلام ده. يعني ادي الرايت انجل ترانجل اهو، ده ميديان ب 10 يبقى كل ده ب 20، بس ده مقسوم حتتين قد بعض، يبقى دي 10 ودي 10. خلي بالك الاطوال اللي انا جايبها دي اطوال حقيقيه، انا كنت مسمي ده 4 اكس وكنت مسمي ده كام؟ 4 اكس. ايه ده؟ يعني ال 4 اكس دي اللي بالريشيو بتاعته 4 طلع طوله الحقيقي 10، اللي الريشيو بتاعته 4 طلع طوله الحقيقي 10. طب اللي الريشيو بتاعته 6 طوله الحقيقي كام؟
تقول لي هعمل 6 تايمز 10 ديفايدد 4 يطلع 15. يبقى تاني استاذنك امسح الكلام ده بقى عشان انا عارف ان ايه دخلت المساله كانت مش منظمه شويه. احنا كده نفهم بقى هنعمل ايه. انا عندي رايت انجل ترينجل اهو يا حبايبي، قلت لحضرتك، قلت لك من خواص البروبرتيز بتاعت الرايت انجل ترينجل انك لو جيت طلعت ميديان كده، ميديان بيبقى هاف الهايبوتنس، يعني لو ده كله 10 ده كله 20، يبقى ده طوله 10 وده طوله 10. الريشيو ما بين ده وده 4 تو 6، يعني ده بالريشيو دي 4 ودي 6. بس خلي بالك ابو 4 ده طوله الحقيقي كام؟ طوله الحقيقي 10. يبقى معنى كده ابو 6 ده طوله الحقيقي كام؟ هعمل ده تايمز ده اوفر ده يطلع 15. دي المساله رقم 52. اتمنى انها تكون ايه؟ انها تكون واضحه لحضراتكم. اللي بعده، هل في حاجه نطلعها بالبايثاغورس؟ ده 8 وده 6 بالبايثاغورس، ده 10. حلو قوي. وبعدين يا مستر بعد ما انا عرفت الكلام ده، ماشي، الراجل مديني مديني حاجه بالمنظر ده اهو، عايز ايه؟ الراجل عايز الاريا بتاعه الاي دي اي، عايز اريا المثلث اللي اسمه اي دي اي. طيب ركز معايا في حاجه، فين فين ال 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 الحاجه اللي هي البايسيكتور؟ في انتيريور بايسيكتور هنا، انتيريور اهو. الريشيو ما بين ده وده كام؟ تقول لي ده 15 وده 10. يبقى الريشيو ما بين ده وده كام؟ 15 تو 10. يبقى الريشيو بتوين زير ارياز برضه 15 تو 10، اللي هي بالمناسبه في السمبلست 4، في السمبلست 4 تطلع كام تو كام؟ 2 تو 3. يعني لو الريشيو، لو الاريا بتاعت ده 2 تبقى اريا ده 3. معايا كده؟ حلو قوي. تقول لي ماشي، احنا كده جبنا ريشيو ما بين الاثنين دول، ماشي. طيب بس انا ما اعرفش لا اريا ده كام ولا اعرف اريا ده كام. اقول لك لا، انت ممكن تعرف مجموع اريتهم بكام. تقول لي منين؟ ايه اريا المثلث الكبير كله؟ اريا المثلث الكبير كله هاف تايمز بيس تايمز هايت، اللي هو الاي بي سي. الاريا بتاعه المثلث اللي اسمه اي بي سي كله عباره عن هاف تايمز البيز اللي هو كله كام، اللي هو 21، تايمز الهايت اللي هو 8. هاف تايمز 21 تايمز 8، تعالى نحسبه كده. تقول لي يا مستر انت بتعمل ايه؟ هقول لك حالا دلوقتي. هاف تفهم على طول، تايمز 21 تايمز 8 يطلع ب 84. خلي بالك المثلث الكبير كله ب 84. طب المثلث الصغنطوط ده بكام؟ تقول لي ليه يعني؟ عشان اعملهم ماينس اعرف الحته الخضراء دي كلها بكام اللي متقسمه 2 تو 3. تقول لي طيب اريت المثلث الصغنون اللي اسمه اي بي دي هاف تايمز البيز بتاعته 6 تايمز الهايت 8. نحسب الكلام ده يطلع 24. ايه ده اعملهم ماينس كده يطلع ان اريا الجزء ده بكام بقى؟ هعملهم ماينس 84 ماينس 24 يطلع 60. ال 60 دي بقى متقسمه كام وكام؟ متقسمه 2 تو 3. 2 تو 3، الصم بتاعهم 5 ومجموعهم كام؟ 60. يبقى اريا ده كام واريا ده كام؟ تمام يا مستر، هعمل ده تايمز ده اوفر ده، انا عايز اللي عندها 2 الاي دي اي، 2 تايمز 60 ديفايدد 5. ونحسب الكلام ده، تعالى كده نحسب الكلام ده، 2 تايمز 60 وبعدين ديفايدد باي ال 5 يطلع ب 24، اللي هي الاجابه رقم كام؟ اللي هي رقم دي. سؤال حلو، سؤال حلو، ماشي. اللي بعده، اللي بعده هنا حاطط لي 8 سنتيمتر على ده، يبقى ده كمان 8. اوكي. وبعدين بعدين بيقول لي ان الريشيو، خلي بالك مش هحطها لك على الرسمه هنا، الريشيو ما بين السي بي كله والسي اي، شايف الريشيو ما بين ده وده 5 تو 4. خلي بالك ال 8 دي اللي انا كاتبها دي بالسنتيمتر، ده طول حقيقي، انما الريشيو ما بين ده وده 5 تو 4 دي ريشيو، ماشي. طلباته، طلباته الراجل عايز ال الدي اي بكام؟ بيقول لي قول لي كده الدي اي ده بقى اطلعه منين وبكام؟ ماشي يا سيدي. بص يا باشا، تعالى نمسك المثلث الكبير، المثلث الكبير ده كله اهو، ادي المثلث الكبير ده، مش في بايسيكتور؟ عايزك تنسى اي حاجه غير اللي انا هعلم لك عليها دلوقتي. مش في بايسيكتور اهو جاي كده طالع كده؟ طيب ما هو ده انتيريور بايسيكتور. لو الريشيو ما بين الاثنين اللي في الجناب ده 4 تو 5، يبقى الريشيو ما بين ده وده كام؟ 4 تو 5. بس خلي بالك طول الحقيقي اللي مكتوب عليه 4 ده، الطول الحقيقي بتاعه كام؟ 8 اتضرب في 2، يبقى ابو 5 ده الطول الحقيقي بتاع ده كام؟ 10. تقول لي 10، تمام. يبقى انا عرفت ان الطول ده الحقيقي بكام؟ ب 10 يا مستر. انا فهمت من المعلومه ان الطول ده 10. طب هو عايز ايه؟
عايز الدي ايه اللي هنا. خلي بالك ده طول الحقيقي 10 سنتيمتر وده طول الحقيقي 8 سنتيمتر، يبقى هعمل بايثاغورس روت ده بارت 2 ماينس ده بارت 2 يطلع 6. بس كده بس كده ماشي. طيب نيجي اللي بعده، بص كده معايا مسألة رقم 55 هانت، هم كلهم تقريبا 57 questions يعني خلاص هانت يعني. طيب مسألة رقم 55 بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله ان ال AE واضح كده ان هو ب 2 سنتيمتر الصغنطوط اللي فوق ده، والريشيو ما بين ايه وايه بقى؟ بيقول لي الريشيو ما بين BD و DA 3 to 2، ده 3 وده 2، الريشيو ما بين ده وده ماشي، الريشيو ما بين ده وده. خلي بالك فين مثلث الباي سيكتور اهو، علم كده معايا على ده عشان ما تتوهش، بس قول لي ايه البي دي والدي ايه؟ ما هو ده الباي سيكتور اهو. لو الريشيو ما بين ده وده 3 تو 2 يبقى الريشيو ما بين اللي هنا واللي هنا برضو 3 تو 2، ده كله وده كله الريشيو ما بين الاثنين دول 3 تو 2. تعالى نمسح الكلام ده ونحط كده الريشيو ما بين اللي هنا ده 3 واللي هنا ده 2. بس استنى، ابو 3 ده الحقيقي بتاعه بكام؟ ب 15، دي ريشيو يعني اتعمل تايمز 5. يبقى ال 2 ده هو كمان يتعمل تايمز 5، يبقى بكام؟ ده مش 2 بقى تعمل تايمز 5، يبقى ده كله ب 10. وده كله ب 10، بس الحته دي 2 يبقى الحته دي بكام؟ ب 8. يبقى انا عرفت ان الطول ده بكام يا اولاد؟ الحقيقي 8 سنتيمتر. كل الهري اللي انا عملته ده عشان اعرف ان ده ب 8 سنتيمتر، تمام. طب وبعدين هو عايز ايه؟ عايز طول الاي اكس، عايز طول الاي اكس. تقول لي طيب تعالى معايا بقى واحدة واحدة كده نبتدي نشوف نجيب منين طول الاي اكس ده. ركز كده معايا، طول الاي اكس 8 سنتيمتر. تقول لي ما انت مش، معلش انت مش شايف الاختيارات، هي هنا معلش هي مكتوب في رقم سي 8. تقول لي عرفت منين يا مستر؟ في حرف زد، مش دول بارلل؟ لو الزاوية دي عليها ستار يبقى الزاوية دي عليها ستار. طب وبعدين المثلث ده ماله؟ ايسوسلس، في زاويتين قد بعض اهم. قصدك لو ده 8 ده 8؟ يا حبيبي بالظبط كده، عرفنا كده القصة والحدوتة كلها. أتمنى إن دي تكون واضحة. باخد بالي حاضر معلش في حتة بس وأنا بـ بـ بحط الـ الـ الأسئلة، لأن كان في كذا سؤال فعلا كانوا نازلين معلش تحت مكان التسجيل، فمعلش بعتذر لكم طبعا، بس إن شاء الله يعني أتمنى يعني تكونوا فاهمين يعني وشايفين الكلام كان ماشي إزاي. آخر سؤالين عندنا رقم 56 بيقول لحضرتك إيه؟ بيقول لحضرتك الشكل اللي قدامنا ده واضح ان ده 8 وده 4 وفي باي سيكتور ومش عارف ايه والكلام الرائع ده. الراجل عايز الاي اف على الاف سي، ده على ده. خلي بالك لو انا بصيت على المثلث الكبير ده كله، شايف المثلث الكبير ده؟ المثلث ده فيه باي سيكتور اهو، نفس الاي اف على الاف سي اللي هو عايزها هو هو ده على ده، صح؟ ماشي اوكي، انا عارف ان ده 8 بس ده ما اعرفوش كام، انا معرفش ده كام. يبقى انا دلوقتي هدفي ان اتصرف عشان اشوف اعمل ايه. اقول لك لا انت تعرف ده بكام، تقول لي تعرفه منين؟ الطول ده لو 8 ده 8 زيه، تقول لي عرفت منين يا مستر؟ المثلثين دول نسخه طبق الاصل من بعض، شايف المثلث ده والمثلث ده؟ ليه يا مستر؟ ده في رايت انجل وده في رايت انجل، تمام، وده في نقطه يعني ستار وده في ستار، تمام، وفي كومن سايد في النص، دول تو كونجروينت ترينجلز، مثلثين نسخة طبق الأصل. يبقى لو ده 8 ده 8 على طول. يبقى الريشيو ما بين الاي اف والاف سي هي الريشيو ما بين ده اللي هو كام؟ 8 على ده، ده كله كام بقى؟ 8 و 4 12، 8 على 12 و 8 اوفر 12 اللي هي تطلع كام اوفر كام؟ اللي هي 2 تو 3. ماشي يا حبايبي، آخر سؤال عندنا، بص بقى آخر سؤال معانا بيقول لي إيه؟ رقم 57. الراجل مديني إيه؟ مديني اتنين سايدز قد بعض ورايت انجل ومش عارف ايه وكلام كده. خلي بالك من حاجه، دايما لما بتلاقي المنظر ده، شايف كده المنظر ده؟ انا هركز في المثلث ده الاول. اللي تحت دول ده ميديان، ميديان نازل ورايت انجل، يعني ده اسمه اكسس اوف سيمتري. اكسس اوف سيمتري للخط ده، يبقى معنى كده المثلثين دول نسخه طبق الاصل من بعض. تمام، تقول لي كونجروينت لبعض، سايد قد سايد، رايت انجل ورايت انجل، صح ولا لا؟ وده بنسميه اكسس اوف سيمتري. يبقوا المثلثين دول نسخه طبق الاصل من بعض بالظبط. يبقى انا عرفت ان الخط دوت مش بس هو بيقسم كده، بيبقى بيربنديكولار وبايسكتور وبيبايسكت الفيرتكس انجل. يبقى معنى كده المثلث ده ايسوسلس، لو ده 4 ده كمان طوله 4. طب وده كله 6 يبقى اللي متبقي هنا 2. حلو قوي. طيب وبعدين؟ بعد ما انا عرفت الكلام ده يبقى انا عرفت خلاص ان الزاويه دي هدفي دلوقتي بس ان اقول لحضرتك ايه؟
ان الزاويتين دول قد بعض. ده هدفي دلوقتي اني اقول لحضرتك على الكلام ده. عرفنا منين الكلام ده؟ المثلثين دول كونجروينت سايد قد سايد، وفي كومن سايد اهو، ورايت انجل ورايت انجل نسختين طبق الاصل من بعض المثلثين دول. يبقى لو دي الانجل، الاثنين انجلز اللي فوق دول قد بعض على طول، ده 4 ده 4، شغل عالي وزي الفل ومفيش اي حاجه خالص. كلام محترم جدا 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 جدا. طيب وبعدين يا مستر، عايز دلوقتي نعمل ايه بقى؟ انا عايز دلوقتي ابتدي اعمل ايه يا اولاد؟ عايز الراجل طالب الريشيو ما بين البي دي اللي تحت ده والبي سي كله، والبي سي. طب سيبك من البي سي كله، انا هطلع والدي سي، الريشيو ما بين ده وده. خلي بالك نفس الريشيو ما بين البي دي والدي سي هي هي الريشيو ما بين ايه؟ بص بقى على المثلث الكبير كده، ما هو ده بايسيكتور، ما انا عرفت انه بايسيكتور. فنفس الريشيو ما بين البي دي والدي سي هي هي 4 تو 6، يعني الريشيو ما بين ده وده 4 تو 6. طب هل هو عايز الريشيو ما بين ده وده؟ لا، ده عايز ما بين البي دي اللي هو 4 والبي سي كله اللي هو 10. 4 على 10، و 4 على 10 ديفايدد 2 ديفايدد 2 تبقى 2 على 5 اللي هي رقم كام؟ اللي هي رقم سي. ماشي يا حبايبي، ده كده كان الدرس بتاعنا، درس طويل انا عارف، انا بس عملته كله في فيديو واحد، فانت طبعا حاول تقسمه على قد ما تقدر. ربنا يوفقكم كده، اشوفكم ان شاء الله وباذن ربنا في فيديو تاني. خلاص كانت كلها درسين اتنين ونخلص الجيومتري كلها. ربنا يوفقكم ويكرمكم كده، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. شكرا.